ادخل. صباح الخير استاذ. اهلين انس يا حسناء. استاذ اذا مشغول معلش برجع بعد شوي. لا لا خلاص ان شاء الله مبسوطه بقسم التحقيقات. يعني ماشي الحال. شو شايف حماسك خف عن الاول. بدك الصراحه استاذ؟ انت دائما معودتيني على الصراحه. انا طلبت نقلي لقسم التحقيقات يعني مشان اخذ فرصتي وحقق طموحي، بس لهلا ما مشي الحال. شلون ما صار يا انس يا حسناء؟ على حد علمي رئيس القسم صار مكلفك باربع تحقيقات. مزبوط، ما بقول لك لا، بس ما في ولا تحقيق على القيمة، يعني كل المواضيع اللي تكلفت فيها كلاسيكية وعادية وما بتهم القراء. أول تحقيق عملته عن اجتماع لمجلس المحافظة، وتاني تحقيق عن تسويق البندورة والفواكه، والثالث كان عن ذبابة الحقل، والرابع عن مؤتمر الفلاحين. يعني ما في ولا موضوع على القيمة ولا بهم الناس، حتى مرور الكرام حدا حس فيه. معلش أنسة حسناء، بإمكانك تعتبري هالمواضيع نوع من التمرين العملي. صحيح ما فيها ذلك التألق، بس رح تزيد من خبرتك وتقوي من تمرينك. حاجتي تمرين استاذ، صار لي متخرجة من قسم الصحافة 6 سنين، يعني لأمتى بدي ضل عم اتمرن؟ خلاص لا تزعلي ولا يهمك، انا بوعدك انه اعوض لك اياها. شكرا كثير، بس امتى؟ حالا. انا اصلا بعت وراكي لحتى كلفك بمهمة مثيرة جدا ولا تخلو من طرافي. عن جد عم تحكي استاذ؟ طبعا عن جد. طيب ممكن اخذ فكرة عن الموضوع؟ يا ستي الموضوع باختصار بيتعلق بخبير آثار أوروبي عم بيزور البلد. طبعا لحد هون الموضوع عادي، بس لما رح تعرفي انه هالخبير هذا تجاوز عمره 100 سنة بعتقد الموضوع رح يختلف تماما. عمره 100 سنة ولساته عم يشتغل؟ طبعا هو عم يشتغل بس حتى يمارس هوايته ويعبي وقته مو أكتر. والمعلومة المهمة التانية اللي بيهمك تعرفيها انه هالخبير بينحدر من أصل سوري، وأجداده هاجروا على أوروبا من 150 سنة، وهالرجل هاد حجة بالآثار والتاريخ، وبيحكي أكثر من لغة، ومن بيناتهم اللغة العربية. فعلا شخصية مثيرة وغنية. بقى المطلوب منك هلأ تعمل لقاء صحفي مع المستر مايكل، وهذا اسمه طبعا، وتركزي على الأسباب اللي خلته يوصل لهالعمر هاد وهو بكامل الهمة والنشاط. وأنا جاهزة أستاذ، بس وين بدي أقابله؟ أم نعطيك العنوان، وبكره بنبعت معك سيارة مع مصور. بس في جانب من الموضوع آنسة حسناء لسه ما حكينا فيه. شو هو استاذ؟ بدنا ندور على معمر سوري لحتى نورجي العالم انه عنا بيعيشوا 100 سنة، يعني بدنا نعمل دعاية ايجابية لبلدنا. بس عفوا انا لهلا ما فهمت شو دوري بالموضوع، يعني بدك يعني اعمل لقاء مع معمر سوري؟ بالضبط. او هذا المعمر موجود؟ لا. والمطلوب منك بعد ما تعملي اللقاء مع المستر مايكل انك تحاولي تصطادي شي معمر من عنا من البلد وتعملي معه لقاء وتصيغي اللقاءين بريبورتاج واحد. صعب شي؟ لا ابدا، بالعكس هيك بيطلع ريبورتاج غني اكتر. عظيم جدا. وبتلاقي عنوان المستر مايكل مع سكرتيرتي، وبتقدري تبلشي من بكرة. اهلا ومسهلا. عفوا مو حضرتك مستر مايكل؟ نعم انا مايكل. منين بيعرفني حضرتك؟ انا اسمي حسناء، صحفيه من جريده الى الامام، وهذا زميلي عبد الفاخوري مصور طبعا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، نايس تو ميت يو.
مي تو سير. نحن آسفين كتير إذا عطلناك عن شغلك، بس حابين نعمل معك دردشة صحفية إذا ما عندك مانع. أوه نو بروبلم، آي إم ريدي. أوكي، تفضل معنا. لا 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 مدام، مش من هنا، هنا يصير تفركش. نور يا نور، خليك تحت، يسلم لي عينه. أوكي تفضلي مدام. هون؟ من هنا من هنا. أوكي. مستر مايكل، أول شي فيني أعرف العمر إذا بتريد؟ اسمحي لي يا آنسة إني أسألك أنا هذا سؤال، أنت شو بيعطي عمر لأنا؟ يعني بصراحة اللي بيشوفك بيقول إنه بحيطان السبعين. لا لا لا، ما هزرتي يا آنسة حسنى، الحقيقة أنا بحيطان المية سنة، أو ممكن تقولي عمري بالزبط والدكة 99 عاما، نزداد شبابا. طبعا أنا أصولي سورية، بس ما زرت أصولي، ما زرت سوريا غير مرتين، خلقت بالسويد، عشت فيها كل عمري. الله يطول عمرك. طبعا انا اسئلتي رح تتركز حول هي الحياه الطويله اللي حضرتك عشتها، يعني بهذا النشاط وبهي الحيويه ما شاء الله وكان عنك. تاتشود انسي حسنى، تاتشود تكرم. ها وهي دقينا على الخشب بقى، ممكن تحكي لي شوي عن طفولتك؟ الحقيقه يا انسه حسنى، انا ولدت بمدينه جبليه صغيره بالمستشفى طبعا، ومن ساعة ولادتي خصصت لي الدوله راتب هيك حتى كبرت شنترت وخلصت دراسة، وكان يجيني كل شهر تقريبا مخصصاتي من الغايب والشوكولات والألعاب والهدايا. وبيتذكر إذا لسه بيتذكر لما كنت في مدرسة كانوا هيك ياخدونا كل أسبوعين رهلة، شي على البخر، شي على البحر، شي على الجبل، حتى تزداد معارفنا وهبنا للطبيعة والبلد. هنا لما اكتشفوا إنه عندي ميول للموسيقى، صارهم يعطوني درس إضافي بموسيقى، درس إضافي بسولفيج أزيف. لما ازدادت مهارتي بالأزيف انضميت لفرقة بمدرسة، صرنا نأزف بالحفلات بمناسبات خاصة. يعني باختصار شديد كانت طفولتي هادية كتير غنية كتير. يعني باختصار عشت مرحلة طفولة لذيذة. طيب مستر، انت كيف اخترت دراسة الآثار؟ هو من وقت ما كنا بمدرسة كانوا هيك ياخدونا نزور متاحف أماكن أثرية. من هذاك وقت صار عندي أنا هوس بتاريخ بآثار، وصرت استعير كتب من مكتبة مدرسة عن آثار. لما خلص أنا مدرسة دخلت جامعة، درست اختصاصا، حبيته، عشقته من جوات قلبي. طيب شو بتحكي لنا عن دراستك الجامعية تحديدا؟ مثل ما قلت لك، أنا كنت أم أدرس مادة بحبها كثير. يعني بصراحة أنا ما كنت هس حالي طالب بقدر ما هس حالي باحث. يعني علاقتي بما منهاج كانت علاقة بحث استقصاء، والجامعة كتر الله خيرها جزيها الله يعني ساعدتني كثير بهذا الموضوع. كيف ساعدتك يعني؟ والله قدموا لي كل شيء ممكن يفيدني ويطورني، من كتب، مراجع، وسائل مساعدة، دورات خاصة،
هذا طبعا غير رهلات علميه بس بعثات استقصائيه. وخصصوا لي ميزانيه خاصه للابحاث يلي كنت عم بشتغل فيها، يعني دم دمرز. وبعد الجامعه؟ بقيت جامعه يا مرهومه، يا مرهومه المي، يا مرهومه البي، كملت دراسات عليا، اخذت دكتوراه، بعدين اشتغلت باكبر مراكز ابحاث باوروبا. خلال عملي بهالمركز زرت معظم دول العالم، كنت اتقاضى طبعا راتبا عاليا كثير. قدرت كون منها ثروه صغيره ام اصرفها هلا على السياحه والتجوال وممارسه هواياتي والألك المصدي يلي انتو بيسمونه. وبأي سنة تقاعدت يا ترى؟ تقاعدت بستين، بس تبقى عنا بيحترموا خبرات كتير، لهالشي اجاني عروض امل مغري جدا، بس انا فدلت راحة تفرغ ابحاث خاصة. يعني انا من وقته ما تقاعدت لهلا صرت ناشر أكثر من 20 كتابا مخطوطة، هذا غير مجلات علمية ودوريات يلي بكتب فيها أنا. طيب مستر مايكل، كيف كنت تقضي وقتك بعد التقاعد؟ اشتركت فترتان بنادي للغولف، بس بعدين انسحبت وبالوقت الحاضر أما سافر أنا بجولات سياحية، أحيانا بيطلع جبال ألب، بيتزلج تلج، بعمل سكي، أياما بنزل لنواحي البحر الأحمر، بحر أحمر منشان مارس الجنس، مارس القطس بحب أمرس، بحب أقطس بالبحر أحمر أنا. وقت بلاقي حالي كسلانة، يعني ما عنديش همم ومروة، بنقطع شوي عن ممارسة الرياضة وبيتوجه اهتمامي لنشاطات ثقافية. نشاطات مثل شو؟ يعني بهدر قرود أوبرا مسرح، قرود أزرار عالم، أزياء عالمية، مهرجانات سينمائية. على فكرة أنا من مدمن هدور مهرجان كان السينمائي، ما غبت عنه ولا سنة. ممكن نعرف البرنامج اليومي لحياتك؟ والله يا أنسة هيسنا، برنامجي اليومي طبعا لما أكون بالسويد بسيط جدا، يعني بفيك الساعة 6 الصبح، بحطوا أكل لأصافير يلي عندي بالجنينة، بعدين بلبس بيجامة رياضة بتاع أنا، بركض أنا وجارتي بكلب الغابة قريبة من فيلا، يعني شي ساعة زمان، بعدين بيرجع البيت بيسبح شي نص ساعة زمان، بعد سباحة والدوش بكرة جرايد، بيفطر فطور خفيف، عسل، هاني، عصير، جوز، تفاح، أبل، جبن، خبز مهمس، بعد فطور بنزل شوية على السوبر ماركت البسكليتة. طيب ما بتخافوا انت بهذا العمر، يعني بعيد الشر تطرقك شي سيارة؟ شو دخلت انا بسيارات؟ الحكومة عاملة شوارع خاصة بالبسكليتات، يحاسب حسابنا تمام، لهالسبب منو بتسلى ومنو بعمل شوبينج، بشتري جراد برجع البيت، يا اما بشوف تلفزيون يا اما بشتغل شوي بجنينة حفر ونكيش، بعدين بتسلى بتهدير غدا، طبعا غدا مدروس، وبيعمل كيلولة، وبعد الكيلولة بيساوي بالميكروويف بتاع أنا فنجان نسكافيه وهليب، بيدخل مكتب، بيدخله بيقرأ بكتب، بعدين بيركب سيارة بتاع أنا بينزل إما النادي أو بينزل إما المسرح
إما على الآخر يعني بآخر سهرة بتاع أنا بيتسلى شوية على الإنترنت. طيب مستر مايكل، أنا كتير بشكرك على هذا اللقاء الممتع جدا يعني. شكراً لإلكم ولجريدة إلى الإمام. على طول إن شاء الله إلى الإمام، إلى الإمام إن شاء الله. إن شاء الله، شكراً كتير. شكراً، باي باي. شكراً. باي باي. يلا عبدو. الله معكم، الله معكم، شرفتمونا. إيه نياله على العيشة، على الرفاهية اللي عايش فيها، بيني وبيني شي طبيعي يوصل عمره للمية. شفت قديش باله فاضي؟ المهم هلأ، وين بدنا نلاقي معمر من هون من البلد نعمل معه لقاء؟ ولا يهمك، بهالضيعة إلا ما الله يجمعنا بشي زلمي، كبير لك. يلا. حابين نعمل معك لقاء صحفي يعني إذا ما عندك مانع. أهلا وسهلا فيكن ولو شرفته. أهلا وسهلا. طيب عمو تحكي لنا شوي عن طفولتك. طفولتي أنا طفولي هاي طفولتي كانت كلها شقة بشقة، يعني من وقت ما كان عمري 10 سنين وأنا عم بشتغل مثل الحمار. أوف، وليش لحتى تشتغل؟ والدي مات وتركنا عبكر وأنا كنت أكبر أخواتي فضريت أحمل المسؤولية عبكر. يعني ما تعلمت بالمدرسة؟ ولا تركت المدرسة من بعد ما أكلت أول فلقة على رجلي. كرهت المدرسة والأستاذ وطلعت فكرة الدراسة من رأسي نهائيا. طيب شو قصة هاي الفلقة؟ رفعني الأستاذ خيري فلقة، بس لأني جيت على المدرسة مش لابس أواعي رياضة سلخني فلقة قدام كل التلاميذ وحبسوني بأوضة الفيران لأني مش كيت من وظيفة. قمت حملت حيلة وبطلت من المدرسة وانصرفت للشغل. وشو اشتغلت؟ اشتغلت 100 شغلة، مرة بمعمل كراسي حداد، ومرة أجير فرون، ومرة صانع عند المنجد، ولما كبرت شوي صرت أسرح بالطرقات. عمو كيف يعني تسرح بالطرقات؟ استأجرت عرباية وصرت بيع عليها درة مسلوقة أو فول نبيت أو بليلة حسب تيصير رب العالمين. المهم كنت اسحب لقمة أمي وأخواتي من تم الداب. إيه وبعدين؟ بعدين كبروا خواته، كبروا شوي وصاروا يعتمدوا على حالين. أمي ظلت تنق علي حتى أتجوز، قمت اتجوزت وصرت مسؤولة عن عائلة طويلة عريضة. ولما شفت الشغل داخل شوي توظفت. وين توظفت؟ ازين بدائرة حكومية. الله وكيلك يا آنسة، طول النهار طالع دروج نازل دروج وعلى خود وجايب وروح وتعب، وبعد كل هالتعب يا ريت حد عجبه. ما حد عجبه شيء، كل مداير رافع مناخيره للسامة وكأنه الدائرة والموظفان ورتان عن أباه. المهم بلا طول سيري يا آنسة، ما طولتش بالوظيفة، ما قدرتش اتحمل، خصوصي انه ضغطي صار يطلع وما عاد ينزل، وكمان ما عادت لأمني هالشغلة. هذا طبعا غير الرابو يلي ابتليت فيه على بكار. وبعدين تقاعدت؟ اي نعم، ورجعت اشتغل مثل الاول متعايش على باب الله. يوم ببيع صبورة، يوم ببيع بطايخ، يوم بشطف
تروش، ظليت على هالحيرة أكثر من 5 سنين لحتى انهبت حيلي وصار معي روماتيزم ومناقير، مناقير بالظهر وبالرقبة كمان. شو بدي أساوي؟ الأولاد يا أختي ما بترحمش، طلبات كثيرة وكله بيقول لك هات. طيب عمو، مردود الأرض تبعك ما عم يكفيك؟ أني أرض هذي؟ الأرض اللي شفناك فيها. هاي مش أرضي، هاي أرض واحد بايك من عندنا من البلد، وأنا عم بشتغل فيها مرابيع. طيب ممكن تحكي لنا شوي عن برنامجك الغذائي؟ ها؟ شوار؟ يعني الغذاء تبعكم، الأكل بالبيت هون. الله حسب تيسير الله عز وجل، بس أغلب وقتنا على الفول والفلافل والمجدرة. واللحمة؟ اللحمة أبتفتش لعنا على البيت إلا بالمناسبات القومية والوطنية والعيد الرسمية، أما الفراريج فمنتفرج عليها بالشويات اللي على الطريق، والفواكه منشوفها بالصور. يعني باختصار يا آنسة، عايشين من قلة الموت. طيب يا ترى بتمارس رياضة؟ يعني عندك شي هوايات مثل الصيد، الغطس، ركوب الخيل؟ هذا اللي كان ناقصني والله، اركب خيل. انا شكل واحد خارجي اركب خيل. رايتني اركب خشبي لارتاح من هالعمر. لا يا عمو الله يسامحك، ليش هيك عم تدعي على حالك؟ معليش خليني ادعي على حالي، لاني رح موت من القهر والكمد، رح اطق وانفجر من الحصر يا اختي. فعلا الحالة غريبة. شو غريب الموضوع؟ لا ولا شيء، ولا يهمك، ولا ها؟ ولا يهمك، ما في شيء. بتعرف عمو؟ ها؟ انت فعلا انسان استثنائي ومكافح وغير عادي. شو هذا؟ ليش هنا؟ لانه بصراحة واحد بظروفك ما كان وصل للستين سنة، بس ما شاء الله عنك هي صرت بحيطان التسعين وهمتك قوية وعم تشتغل بالارض وصحتك منيحة. بتعرف عمو؟ انا بهنيك على الروح الشبابية يلي عندك. ليش مين قال لك اني بحيطان التسعين؟ لكن قديش عمرك؟ انا عمري 42 سنة بس. حسام قديش إلك ما طلعت مهمة خارجية؟ برات البلد سيدي؟ لا برات الفرع. يعني سيدي بدك تقول تقريبا من شي 10 أيام لما اعتقلنا بائع الفلافل، هو عم يلف سندويش الفلافل أيضا بالصحف الرسمية سيدي. معناتها أنت متشوق لتطلع بمهمة جديدة، ما هيك؟ مزبوط سيدي مزبوط، لأنه القعدة طوال النهار بالفرع بتخلي الواحد يصدي سيدي. عظيم جدا، وإلك عندي مهمة كتير دقيقة وحساسة، لأنك أنت شاب نشيط وأنا ما إلي ثقة بغيرك. وأنا جاهز سيدي. امسك الملف لقلك، رح تلاقي بهالملف كل الخطوط العريضة للمهمة، والمطلوب منك حصرا هو جمع المعلومات عن الشخص المذكور بهالملف. وطبعا ما في داعي ذكرك أنه أي معلومة مهما كانت بسيطة وعادية بتهمنا، وأي تفصيل مهما كان تافه وسنوي ممكن يشكل عنا مرتكز. بقى ما بدي منك تستخف بأي تفصيل حتى ولو كان سطحي. مفهوم سيدي مفهوم، بس يا ترى في بذهنك طريقة معينة بتريدني استخدمها بجمع المعلومات سيدي؟ لا أبدا، أنت تصرف بالطريقة اللي بدك إياها، بس بشرط تكون الطريقة حضارية. يعني اللي بقصده الطرق اللي كنا نستعمل أيام زمان ما عادت مناسبة هلأ ومو حلوة بحقنا. وما بخفيك يا حسام أنه نحن كجهاز أمن صار لازمنا تلميع شوي. كيف يعني سيدي؟ للأسف في بعض الناس أخذين صورة مرعبة عنا، وفي منهم للأسف كمان عم يتخيلوا صورة رجل الأمن بعبع، وبس ينذكر اسم رجل المخابرات قدامهم بيرجفوا من فوق لتحت. بقى شو السبب برأيك؟ والله فعلا الشغلة غريبة كتير سيدي. يعني معقول إن إحنا منخوف كل هالآن؟ والله أنتوا أدرى سيدي. عن شو كنا عم نحكي؟ عن التلميع طبعا سيدي. ها ها، لازم نلمع صورتنا بأذهان الناس ونمحي من مخيلتهم صورة البعبع. شو رأيكم نمحيها بالقوة سيدي؟
ولك شو بالقوة يا بني آدم؟ حسام لا تخليني غير نظرتي فيك، الله يرضى عليك. على كل بسيطة، يبدو انه مخك سميك شوي وما عم تستوعب شو عم بحكي معك، ولهالسبب رح أقرب لك اياها اكثر. تفضلوا سيدي. هلا انت منين بدك تجمع معلومات عن رجل الملف يلي بين ايديك؟ يعني على الاغلب من محيطه سيدي، من الجيران والدكنجيه اللي بحارته سيدي. تمام، هذا شيء حلو كثير، وبدي منك بدل ما تنتزع هالمعلومات انتزاع مثل ما كنا نعمل بالسابق، بدي منك تسحبها بذكاء ولطف واكابريه وذوق. يعني مثلا بتفوت على الدكان بتشوف الدكانجي بتقول له مرحبا يا اخ، الله يعطيك العافيه يا حبيبي، عفوا ولو في اسئله حابب اخذ من وقتك 5 minutes only. اذا ما في ازعاج محسوبك رجل امن مقدر وابن عائله، ويا ريت تتعاون معي وتجاوبني على هالكم سؤال. مفهوم يا حسام؟ مفهوم سيدي مفهوم. وبدي التقرير يكون عندي خلال 48 ساعه لانه مستعجلين عليه شوي. ان شاء الله سيدي. انصرف. احترامي. اهلين وسهلين. الله يعافيك. والله لو سمحت تعطيني علبة الحليب اذا بتريد. ايه على عيني وراسي تكرم. تفضل فيك. قديش حقها هي؟ 30 ليرة بس. وليش 30 ليرة منك؟ قصدي تكرم عينك. شو بك شو بك معلم، عم نمزح معك ولو 30 ليرة 30 ليرة تكرم عينك. وهي 50 ليرة كمان. سلم اليدين. الله يسلمك. الله معك ومع السلامة. شو بدي لك حبيب؟ لو سمحت يعني، بس انا حابب اخذ من وقتك 5 minutes only اذا بتريد. ايه على عيني. تفضل تفضل. مور اخي. شوف حبيب، انا الحقيقه قصدي انت يعني اذا ما بدك تستفل طبعا يعني ما في مشكله نهائيا، بس ساعات انت بتحمل مسؤوليه وحدك. ها ولا تقول اني ما حذرتك، انا حذرتك من البدايه. شيء لك حبيبي والله ما فهمت عليك شيء، قل لي شو طلبك انت، شو وجعك؟ شبك حبيب؟ روّي روّي شوي شبك؟ اخي الموضوع بكل بساطة يا حرق اخت الشغلة، ولك المشكلة اني ما كتير بعرف احكي بأكابرية. العمل عمى منين طلعوا لنا بهالقصة؟ عفوا شو قلت؟ شوف حبيبي، اسمعني منيح وفتح لي ادنيك الله يرضى عليك، وبلا لف ودوران. حبيبي انا رجل المخابرات أمن، يعني بقى بنصحك تتعاون معنا وبلا لف ودوران. هالحركات حافظينا بصم. حضرتك من الأمن؟ يا أهلا وسهلا ومرحبا، تشرفنا يا أخ. بس الله وكيلك، وكيل السماء والأرض، مو أنا اللي حكيت النكتة، أبو سعيد اللحام هو اللي حكاها وقال سمعها من صهره. وصدقني يا حبيبي، لما حكيت النكتة عندي هون بالمحل أنا ما ضحكت، ما ضحكت منوب، بالعكس ضل وشي عابس، حطيت العقدة. موضوع النكتة بنحكي فيه بعدين، أنا جاي أسألك عن بيت المهندس شاكر. انت تعرفون شيء؟ ولا هو طبعا بعرفون، هدول سكنوا عنا بالحاره من شي سنتين بس. نحن بنعرف هالشيء، بس انا بدي تحديدا معلومات دقيقه عنهم. خير ان شاء الله. في عليهم شيء يا اخ؟ عدم المؤاخذه يبدو اني تجاوزت حدودي، بس في عليهم شيء يا ترى؟ انت شو بتعرف عنهم؟ هو انا بصراحه ما كتير بتعاطى معهم، لانهم عن نادر ليجوا يشتروا اغراض من عندي، وعلى طول بزقوا اغراضهم بالسياره، بس من انو سوبر ماركت صدقني ما بعرف، رح اموت لاعرف. وشو يلي خلاهم يزبلوني وما يشتروا من عندي؟ والله العظيم ما بعرف، مع انه اسعاري عاديه ها، وبلتزم بتسعيره التموين، وبضاعتي ممتازه، واكثر من مره حاولت اخصم لهم على الفاتوره لاكسبهم زباين دايمين، بس ما مشي الحال. ما مشي الحال منو عبس. طيب احكي لي هلا شو بتعرف عنهم. عفوا شو هي اللي حاملها بايدها؟ شو هي يعني مسجله ما بتخوف؟ وليش بدك تسجل لي صوتي؟ ليش يعني؟ مشان طلعك بالاذاعه. احكي حبيبي احكي احكي، الحكي بيناتنا رح بيكون ببير غميق وما رح تدرى فيه غير السلطات المختصه بس. اذا كان هيك ماشي الحال،
هذا يا سيدي المهندس شاكر عنده سيارة ستروين موديل 65 عتيقة مهرهرة، وكل يوم بدها نص ساعة حتى يدور المرش تبعها وتشتغل. وليش ما عم يغيرها؟ الله أعلم، مع أنه مرتاح ماليا يخزي العين عنه. وشو عرفك أنت أنه مرتاح ماليا؟ يا سيدي الشغلة واضحة، لأنه الصرف يلي بيصرفوه مو طبيعي النوب، بس هو إيده ماسكة شوي وكحتي. ها شلون بيصرفوا كتير وكحتي بنفس الوقت؟ يعني بيطلبوا طلبات ما لها طعمة، وبنفس الوقت بدقق على الفاتورة خير الله. في مرة غلطت عن حسن نية ونزلت بالفاتورة حق علبتين مبيض غسيل بدل حق علبة، وغلطة صغيرة مثل هاي بتصير وين ما كان، الإنسان بشر وبيغلط. ايه كمل أشوف. لما المهندس شاكر شاف الفاتورة ونقش الغلط زعل كتير، انهز بدنه وسمعني كم كلمة بحقي، ومن هداك اليوم ما عادوا اشتروا من عندي إلا على القليل النادر مثل ما قلت لك. طيب شو بتعرف عنهم كمان؟ بنتهم صبية بالجامعة عمرها شي 22 سنة وعم تدرس صيدلة، تقول مفتومة على الشوكولاتة مو هيك؟ يعني كل ما بشوفها رايحة وجاية بالحارة بشوف بإيدها لوح شوكولاتة هالقد قده من النوع الغالي. لك حتى لما أهل الحارة قاطعوا البضائع الغربية ضلت هي تاكل شوكولاتة أجنبية، قال شو الشوكولاتة الوطنية بتعمل لها تحسس. عجبك على هالحكي؟ ايه وغير هيك المهندس شاكر بيطلع من بيته ساعة 8 إلا 10 بالضبط، وبيرجع 2 وربع على التكة، بيتغدى وبينام، وبيرجع على شغله على 5 وربع، وما بيرجع على البيت إلا 9 إلا 10 المساء، ما عدا يوم الخميس. وليش يوم الخميس؟ يوم الخميس ما عنده رجع على الشغل بعد الظهر، ومشان هيك بياخذ العيلة وبيركبوا سيارة وبيروحوا مشوار، ويوم الجمعة. ليش أنت ما بتسكر نهار الجمعة؟ لا 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 لا، أنا ما بسكر أبداً. كمل. يوم الجمعة الساعة 9 إلى ربع الصبح بيبعتوا ابنهم حتى يجيب لهم فول وحمص من عند أبو دياب، مع إنه فولات أبو دياب ممكن القد وعلى طول مسوسين، بس هيك هن ما بياخذوا فول إلا من عنده، سبحان الله كيف هو موزع على الأرزاق. وبالعادة بياكلوا مع الفول فجل وبصل ونعنع أخضر وطرخون، المدام بتحب النعنع والطرخون، المهندس بيحب البصل، رشا بتاكل الفول من دون زيت، قال مشان تحافظ على رشاقتها مع إنها جلدة على عظمة. وعلى سيرة رشا كل يوم 3 بيجوا لعند رفقاتها مايا وفادية وريما، مايا بتحب الكازوز على أورانج وفادية بتحب الفيمتو. ريما سادة ولما بيجوا لعندها بيقعدوا بالأوضة اللي على اليمين اللي حاطين على كنارة زريعة، وفي عندهم بالغرفة قفص صغير حاطين بقلبه ببغاء رمادي ما بيعرف إلا جملتين: الحكومة مأسرة، نكتوا ساحة الأمويين، نكتوا ساحة الأمويين. وفي كمان عندهم لوحتين كبار بالصدر مكتوب عليهم: إياك وشراكة المسؤولين، مو بضرورة كل مسؤول يكون فهمان. وعلى الحيط الثاني في ساعة حيط خربان العقرب الكبير تبعها، وعلى طول بتأخر لورا، وكل ما زارهم ضيفوا سألهم ليش ما بصلحوا ساعة، بيقولوا لهم عم تعبر عن الحالة. وكل هالشغلات كيف عرفت أنها موجودة بالبيت؟ ولو ما في شي بيتخبى بهالأيام أستاذ. ماشي الحال، كمل أشوف. اما ابنهم فراس فعنده بكالوريا علمي، بس هالمنظوم ما بيحب الكيمياء ابدا، ميال للفيزياء اكثر، رغم انه حطوا له استاذ كيمياء ممتاز وبياخذ على الساعه الواحده 400 ليره. قام نسي الكيمياء لما ابوه اشتغل بالسياسه، لا وفوق هاد كله بيقولوا عنه منيح بالعربي، بس مو صحيح هالحكي، مو صحيح يا استاذ، لانه بالفحص النصفي اخذ 39 وسقط مشان كلمه اعراب، مشان اعراب كلمه، والله كنت حافظها. ماشي الحال، مو كثير مهمه هالكلمه، كمل لشوف. لا بالعكس مهمه كثير. ايوه هلا ذكرتها، قال قصفت قوى طالبين تمثال بوزه بدل ما يقول قصفت قوى طالبان، يعني الحمار عربه مضاف اليه مسنه. لا وكمان بالصف الرابع سقط بالتعبير، سقط لانه قال جاع الرفاق فذبحوا الخروف السمين وسلخوه واكلوه وارتشوا، قال بدل انتشوا، وهالشي بدل على غباء الولد واستخفاف اهله بماده اللغه العربيه، يا عيب الشوم عليهم، مع ان لغه الاباء والاجداد، ومشان هيك بلادنا العربيه كل مره لورا. لا وبنته بتقول لرفيقتها هاي، بترد عليها هذيك باي، الام بتقول اوكي، الاب بيقول سوري. كيف بدنا نتقدم بقى يا استاذ، كيف بدنا نتقدم وحضره جناب الاب مو فاضي يقعد يعلمه للافندي صغير لغتنا الجميله؟ اصلا حتى الاب طلطميس بالعربي. قال مره قال بده يساعد ابنه بموضوع التعبير، فكتب له جعت في السيراني فوضعت قليلا من الكاتشبي على سندويشتي واكلتها، بس ما في عتب عليه يا عمي، ما في عتب، لانه زلمه مهندس شهادته مو من هون اخذها من برا، وكان معه بنفس الدفعه 5 مهندسين ومهندستين نسوان، 3 من هالمهندسين رجعوا واثنين استقروا هنيك بعد ما تجوزوا المهندسين اللي معهم، الثلاثه اللي رجعوا 2 منهم رجعوا بالطياره على خطوط لبريطانيا، والثالث حبي يوفر شويه مصاري ورجع بالباخره، قامت الباخره غرقت حتى ايطاليا وانقطعت اخباره من يومتها. لا والمسكين كانوا اهله عم ينتظروه مجهزين له مكتب بنص البلد بده يشتغل فيه، وامه خاطبت له وحده غنيه من ريف حمص كان ابوها ضابط بالجمارك وامه اصلا تركيه. يعني بالمختصر علاج
علاقته مع الجيران لا كتير كتير جيدة ولا كتير كتير سيئة، يعني عامل بينه وبينه شعرة معاوية، إذا شدوا بيشدوا وإذا رحيم بيرخوا. يعني بتريدوا معلومات تانية شي سيدنا؟ لا شكرا كتر خيرك، الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا سيدي. على كل حال إذا حبيتوا تعرفوا معلومات إضافية أكتر ومهمة ما إلك إلا هيفا. ومين هيفا؟ يعني أم رامز جارتهم لعائلة المهندس شاكر وساكنة بالبناية اللي وراهم بالطابق الرابع الباب اليساري ما قبل الأسانسير. ماشي الحال، يسلموا يديك. أهلا وسهلا ومرحبا، شرفتوا، ونحن بالخدمة دائما، وأي شيء لخدمة هالوطن ما منتوانى عنه أبدا. إذا حبيتوا تستفسروا عن شيء تاني ابقوا زورونا واتصلوا فينا. لا كتر خيرك، شكرا، يلا تصبح على خير. وأنت من أهل والله معك أستاذ، مع السلامة، شرفت، أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا، الله معك، مع السلامة يا سيدي. نسيت قل له انه بيت المهندس شاكر ما بيشربوا الا حليب ناقص الدسم. لعمة بقلبي، لك شو صاير لي عم تنسى انا؟ نحن منسمي مرته ام انزوعة، وهي اللي بتشرب الحليب ناقص الدسم، بس المهندس شاكر بيشربه كامل الدسم بخيره وعلى وشه قشطة كمان. واللفاية ام عزو هي اللي بتجيب له الحليبات للمهندس شاكر كل يوم تنين وخميس الساعة 7 الى ربع الصبح. يبدو لي في زيارات كتير بيناتكم. لا 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 بالعكس، نحن ما زرناهن ولا مرة، بس نحن سمينا مرته أم أنزوعة على كتر مرافعة من أخيرة وشايفة حالة على الجيران. لك بتصدق بالله؟ لا إله إلا الله. أول ما سكنوا بالحارة لمينا بعضنا نحن الجيران النسوان وقلنا بدنا نروح نسلم عليها ونبارك لها بالبيت. حلو الكلام؟ حلو كتير. قمنا اتصلنا فيها وقلنا لها جايين نسلم ونبارك لك. تعرف شو قالت؟ شو قالت؟ قال ما بتستقبل حدا قبل موعد مسبق. سامع يا أستاذ؟ صارت الخانم بدها موعد مسبق. مين مفكرة حالها؟ مين مفكرة حالها وزيرة يعني؟ قول اجينا على قد عقلها واخذنا منها موعد مسبق، قامت ادفتنا 5 ايام لقدام. بقى شايف على قلة الذوق؟ شايف؟ ايه بالفعل قلة ذوق، يعني كمان زيارة نسوان بدها موعد بعد 5 ايام؟ ومن يومتا؟ هداك يوم وهذا يوم، ما عاد حدا من الجيران كلهم لا فات لعندهم ولا عدت بباب بيتهم. ايوه، معناتها ما في اي سلام وكلام بيناتكم. هو إذا طلع وشنا بوش بعض يعني بالصدفة بالزور منسلم على بعضنا، بس هي دائما دائما بترد هيك من روس من أخيرة. طيب عفوا، طالما ما فيها زيارات بيناتكم منين بتعرفوا كل هالمعلومات؟ ولو أستاذ حسام، ليش في شي بيتخبى بهالأيام؟ بس أنت إذا بدك معلومات أكتر وبالتفصيل الممل ما إلك إلا هيفا. لا أنا هيفا، ما إلك إلا بيت أبو شادي، هدول بيعرفون على حقيقتهم. وين ساكني بيت أبو شادي؟ ها تفضل على بالكون لدلك. تفضلي تفضلي. تفضل. شايف هديك البناية اللي عليها أباجورات؟ هديك الأباجورات أخضر؟ لا، هديك اللي على سطحها برميل مازوت. هذا البرميل على فكرة مبارح عبوه 2500 ورقة وعملوا خناقة مع الطنبرجي طويلة عريضة. الطنبرجي بيع مازوت يعني. ليكو ليكو البرميل مكتوب عليه اذكريني دائما، شايفه؟ على فكرة هذا البرميل تعرف منين جابوه؟ وعلى ايدها اليسار في تالوله راحت لعند الدكتور عبد الوهاب ابو العبد لحتى يملا اياها، ام قال الدكتور صعب تنقام لانه بيخاف تتحول لسرطان بعيد الشر. وحضرتك بالذات تحديدا كنتي مع، قصدي رحتي معها لعند الدكتور؟ لا يو، شو اخذني معها؟ شو شايفني حشريه لهالدرجه يعني؟ بس الحكي بيناتنا ما في شيء بيتخبى بهالايام، لكن كله بيبان. ولو على فكره غنيه ولو تبع وديع الصافي، المهندس شاكر بحب يسمعها كتير. صحيح هو مهندس وشغل أرقام وحسابات، بس الشهادة لله الزلمة صاحب مرأة وطرب. بس مرته ما بتحب الأغاني النوب، مرته بتموت بديانة حداد، إيه وخصوصا غنية شاطر. وبنته بتحب غنية يا ملاح بشر على الشكر بكر، وهالغنية بالذات كانت السبب فسخ خطبتها. شو هالحكي؟ البنت كانت مخطوبة لابن خالتي بهيج، شاب كامل مكمل مما جميعه، يعني مو ناقصه شي منوب، بس هو بحب غنية سميرة سعيد يلي بتقول يوم ورا يوم ما قالي نوم حبيبي، وهي بتحب غنية يا ملعب بشر على شكر بكر. وفي يوم من الأيام كان في عندهم موعد هن اتنين، وقامت هالبنت تهندزت وتمكيجت ولبست سكربينة سودا إلها بزيمة فضية على طرفها. كمل أشوف. فعلا أستاذ، بيت المهندس شاكر ناس أكابر كتير كتير، وهالشي مبين بزبالتهم. يعني كل كيس زبالي بيقول للتاني إنه لحنا عائلة أكابر ومتقنين. أيوة، وشلون عرفت؟ بالخبرة أثاب، هي شغلتنا. صدقني يا جماعة بيحطوا قشر الخضرة والفواكه بكيس،
وقش البيض والعظام بكيس واناني الكولا والمي بكيس. يعني جماعه كثير كثير اكابر ما بيبخلوا بالكياس بنوب، مو بتلاقي الكيس منفوخ نفخ وراح ينفذر ويا دوب يتسكر، لا بالعكس تماما، بتلاقي الكيس نصه فاضي ومرحرح وبيتسكر هيك على المرتاح، شغلي اخر طرز استاذ. طيب وعلى علمك الشخصي مين بينزل بكب الزباله؟ المهندس شاكر بالذات استاذ هو اللي بينزل بكب الزباله، واحيانا بينزل ابنه معه، ابنه الصغير. بعدين استاذ ولا مره صدفت وكبوا زبالتهم برا الحاويه، ما صدفت بنوب. احترامي سيدي. اهلين حسام. ولك شو هذا؟ هذا التقرير اللي طلبتوه مني سيدي. هلا كل هالمصنفات مشان تقرير واحد؟ طبعا سيدي، ولسه ما خلص، لسه في 5 اشرطه وسيديين كمبيوتر بدهم تفريغ. العمى بقلبك العمى، منين جمعت كل هالمعلومات عن الزلمه؟ لا تكون مراسل مركز الابحاث العالمي. ها لا طبعا سيدي، هالمعلومات اقدر تحصل عليها من الجيران، من الزبال واللحام والكهربجي والخضرجي وبيت ابو شادي وبيت ابو رامز وبايع الدراي اللي بمر بالحاره كل يوم سيدي. بس على علمي بيت المهندس ما صار لهم سنتين ساكنين بالحاره، يعني جدد مو كثير معروفين. صحيح سيدي، وكل اللي قابلتهم اكدوا لي هالمعلومه الصحيحه ايضا سيدي، وبالمناسبه كانوا حابين يعطوا معلومات اكثر بس الكل اعتذر حقيقه لانهم ما بيعرفون كثير سيدي. حسام اوعك تكون استخدمت العنف بسحب المعلومات. اعوذ بالله، الناس لحالها طوعت بكل ذوق واكابريه سيدي. العمى على الشغله، فرع المعلومات كله اللي عنا ما بيقدر يجيب المعلومات بيومين. طبعا سيدي، لحتى تعرفوا قديش بذلت قصارى جهدي بهالتقرير سيدي. وهذا التقرير مين بده يقراه من وراك؟ والله ما بعرف يا سيدي، بس اذا بتحبوا بنبعت دوريه وبنلقي القبض عليهم سيدي، وساعتها بتوفروا على حالكم كل هالقرايه سيدي. اي ما فهمت عليك، على مين بدنا نلقي القبض؟ على المهندس شاكر وعيلته سيدي. لك شو عم تحكي انت جنيت؟ ليش جنيت سيدي؟ لك انت بتعرف ليش طلبنا كل هالمعلومات عنهم؟ طبعا بعرف، لانه مشبوهين سيدي. لك الله لا يعطيك العافيه، هالمشبوهين ها. عفوا سيدي، ليش بدكم كل هالمعلومات عنه لكم؟ لك يا مجنون، لك القياده مرشح المهندس شاكر حتى يصير وزير، فهمت بقى شو طبيعه مهمته؟ We'll be right back.
ألو نعم. أهلين سحورة، صباح النور، كيفك يا أمي؟ كيف هالقطاط؟ يقبروا قلبي إن شاء الله. ها؟ شو هالحكي؟ عيد ميلاد مين قلتيلي؟ عمورة؟ كل عام هو بقلب خير تقبريني. لكن لكن معلوم معلوم بدنا نجي، ما أحلانا وما نجي. لكان عمورة غالي على قلبنا كتير. ايه أمي، ما بعرف يعني إذا الله راد الساعة 5 منكون عندكم. ايه تقبري قلبي. ايه سلميلي على جوزك. ليكي بوسيلي سارة السرسارة وبوسيلي عمورة. الله معك سحورة. صباح الخير ام يوسف. صباح النور تقبرني. يا ترى مع مين كنتي عم تحكي بالتليفون؟ بحكي مع سحوره، قال اليوم عيد ميلاد ابن عموره. شو هالحكي؟ اليوم عيد ميلاد عموره؟ اي والله يا ابن الحلال. الف مبروك ان شاء الله، الف مبروك، والله يطول عمرنا انا وياكي، حتى بس يكبر عموره ويتجوز يفرح فينا هو واولاده. شو ابو يوسف؟ نسيان انه في مناسبه ثانيه اليوم؟ لا ما نسيت. معقوله انسى يعني؟ ليكو التانية ولا مفكرتيني خرفت وطاش حجري؟ اليوم بدنا نغير الفواشة تبع خزان المي اللي عم يشرشر علينا من السيفة. عم قلك مناسبة يا ابو يوسف، هلأ صار تغيير الفواشة مناسبة بنظرك؟ وشو هالمناسبة بقى؟ يا خسارة يا ابو يوسف، كنت مفتكرتك متذكر. لك متذكر ومتذكر انت التانية، بس كنت عم بمزح معك. يعني معقولة انسى يوم جوازنا الاربعين؟ لا الخمسين وانت السابق. حلفتك بالله الخمسين؟ شوف الايام، شوفي معناها اليوم بيصادف اليوبيل الذهبي لجوازنا. ايه ومشان هيك لازم تكون هديتك هالسنة هدية محرزة، مو مثل كل هالسنين اللي مضيت. يعني ما بدك يعني جيب لك كيلو حنة وشحاطة مثل كل سنة؟ لا ما بدي، غير لي هالهدايا بقى. على عيني وراسي تكرمي، جيب لك هدية قميص نوم نص كم؟ لا ما بدي قميص نوم، بدي غلة محرزة أكتر. طيب شو رأيك بطقم جديد؟ طقم شو؟ طقم شو يعني طقم سنان؟ دخيلك انت ومسحك شو تقيل. إيه لكن شو فكرتيني رح أجيب لك طقم كنبات؟ المهم هلأ شو رأيك نعمل سهرة ونعزم عليها كل اللي كانوا حضرانين بعرسنا؟ نعمل سهرة؟ ايه سهرة. شو قلت؟ ما في معنى، ليش لا؟ والله فكرة معقولة، بس انت بتتذكري كل اللي كانوا حضرانين يا ترى ولا ما بتتذكرين؟ مو ضروري نتذكر الكل، نعزم اللي منتذكره بس. ماشي الحال. واي ورقة وقلم؟ بس انت نقيمه، شو اكتب بالقائمة؟ اكتب اول شي خالك ابو هيثم. يا ستي على عيني انت وخالي. بس خالي خرف من زمان وما عاد جمع، وهلأ ما بيعرف الله وين حاطه، يعني بتقليله طز بيقلك صباح الخيرات. بلا كتب لكان رفيقك ابو عبد المجيد. لك شبك ام يوسف، ليش هيك انت صايرة هالسنة؟ ما كنتي هيك. خير بشو غلطت انا؟ شو نسيتي انه ابو عبد المجيد عطاكي عمره من سنتين الله يرحم ترابه؟ يبعت لي حمى. اي والله مزبوط. طيب شو رأيك تعزم ابن عمك مصطفى؟ لك شبكي ام يوسف؟ لا هيك رح ازعل منك، ها رح ازعل تماما. ليش بقى؟ لانه مصطفى ابن عمي ما كان خلقان يوم عرسنا. اي والله مزبوط. طيب سجل اسم جارتنا القديمة ام شريف. اليك والتانية مين عم تتذكر؟ ام شريف صارت بمأوى العجزة من 3 سنين. مين بدنا نعزم لكم يا أبو يوسف؟ بصراحة يا أم يوسف ما رح تزبط معنا هالفكرة ولا بشكل، لأنه كل يلي كانوا حضرانين عرسنا يا أما اتكلوا على ديار الحق يا أما ما عادت معروفة أرضيهم وين. شو يعني؟ ما بدنا نحتفل باليوبيل الذهبي تبعنا؟ لا لا نحتفل،
بس يعني فكري إذا غيرنا الطريقة بيكون أفضل. طيب أنا عندي فكرة. شو هي يا أم يوسف؟ شو رأيك نساوي مثل ما كنا نساوي قبل 50 سنة؟ ليش شو كنا نساوي قبل 50 سنة؟ والله ما لي نذكر شي من شي. ما بتتذكر أيام زمان لما كنا نتواعد قدام باب سينما عبلة ونروح بعدين ناكل بوزة بالفستق بسوق الحميدية؟ اي والله مزبوط يا أمي يوسف، وكنت بالعلامة أخذ لك معي كل مرة وردة جورية، وأنا كمان كنت أخذ لك زنبقة بيضة، وكنت أقدم لك الوردة وقل لك اشتقت لك، وأنا كنت أقدم لك الوردة وقل لك وأنا كمان، وكنت اسحبك من ايدك ونروح نتمشى من باب السينما هيك لسوق الحمدية، وكل الطريق كنت تغازلني وتقلي كلام حلو كتير. اسأل الله هديك الايام يا ام يوسف. بالفعل كل يوم عم يروح ما عم يرجع مثله. عم يرجع مثله شي يا ام يوسف؟ هو ما عم يرجع مثله، بس بجوز عم يرجع احلى منه. مشان هيك أبو يوسف اليوم لازم نعمل مثل ما كنا نعمل قبل 50 سنة. بقى شو رأيك؟ يعني بدك نتواعد على باب السينما وأخذ لك معي وردة وإسحبك من إيدك ونتمشى لسوق الحمدية وغاز لك كل الطريق؟ إيه ليش لا؟ ما بعرف يا أم يوسف، والله ما بعرف. يعني حلوة نعمل هيك شي بهالعمر؟ هلا لا، وفوق منه خايف ما يطلع معي شي بالقفلة. مو مهم، المهم نرجع أيام الماضي. والله إذا هيك بدك خلاص مثل ما بدك يا أم يوسف تكرمي. أنو ساعة بتحبي نتواعد على باب سينما عبلة؟ الساعة 4 نقضي ساعة مع بعض، بعدين منروح لعند بنتنا السحر مشان نحتفل بيوم ميلاد عمورة. ماشي الحال، أنا من جهتي موافق، بس المشكلة يا أم يوسف كيف بدنا نروح سوا من هون؟ يعني ما بيعود له طعمه كل هالموعد. نطلع سوا يعني؟ لا أيوه، مين قال لك بدنا نروح سوا؟ كل واحد بيروح لحاله. يلا هلا أنت روح لعند بيت أهلك القديم وزهز حالك وتبشب لك شوي وتهندت وتعطر، وأنا كمان يعني رح أطلع من هون دغري بعد ما ألبس لك الطقم اللي بتحبه وأتغندر واتدهب شوي. ماشي الحال ماشي الحال، قومي هلا حطي فطور خليني اكل لقمه قبل ما امشي. تكرم عينك ابو يوسف. نعم. اوعك تجيب سيره قدام اختك رمزيه. ما بدنا نصير علكه بلسانها. لا لا، خصوصي انها عانس وبدها اصلا تتسلى فيها، ما بدنا حدا يتريق علينا. ليش انا بسترجي احكي هيك شيء قدامها؟ عليم الله عليها لسان مثل مقصص كافي. قومي هلا خلصينا انت تاني. قومي. شو ابو يوسف؟ شو قصتك اليوم؟ انو قصة؟ شايفتك عم تتهندز وتهندم حالك يعني على غير رواهيت؟ اي والله يا رمزية عندي موعد مهم. موعد مهم؟ مع مين يعني؟ مع مين؟ مع ناس مهمين. طيب ومين هالناس المهمين؟ ما بتعرفيهم بس مهمين كتير قد ما قلتلك وأكتر. طيب رجال ولا نسوان؟ شبنا رمزية؟ أنا خرج نسوان بعد كل هالعمر هال؟ لكن ليش ما لبست أواعيك هنيك بالبيت؟ أكيد جاي لعندي هون زبط حالك بعيد عن أنظار مرتك، ما هيك؟ لا يا ستي، أنا أجيت لهون لأني تارك طقم العرس هون من 50 سنة وجاي على بالي يلبسه، هذا أولا. إيه؟ وتانيا؟ تانيا الموعد تبعي قريب من هون، سأطلقت يعني بوفر على حالي شوية مشي. شو بنا رمزية؟ لا تكوني مجعوسة من جيتي لعندك. تقبر قلبي، أنا أجهز من جيتك؟ شو هالحكي؟ أعوذ بالله، بس يعني أنا هيك بس حبيت استفسر يعني. واستفسرتي؟
ايه الحمد لله تقبل قلبي، مش الحال. ايه الحمد لله. شوفي لي هلا الله يرضى عليكي، لابقى لابقى هالجرافي على هالطقم الاسود. شو لابقى؟ بتطير العقل. تقبر قلبي على هالشبوبيه ما احلاها. لك يا حينتك بام يوسف، شو طبسك فيها وعجبك فيها ما بعرف. كني بقى رمزيه كني، يحملك الجني شو بتضلك بتزني. فعلا انت نكاشه ببور. الله يعطيك العافية يا أخ. الله يعافيك. نعم. دخيل عينك، بدي أسألك، بتعرف لي سينما عبلة وين؟ لا والله حياتي ما سمعت باسم هيك سينما. هو بيجوز يكونوا مغيرين للاسم. شو في سينمات بهالمنطقة هون؟ ما بعرف، بس على حسب علمي هون ما في. طيب الله يعطيك العافية. وين دلوقتي؟ ما امشي، روح روح روح. الله يعطيك العافية. روح. لو سمحت يا ابني. نعم خالي. بتعرف لي وين سينما عبلة؟ شو هاي؟ سينما عبلة. ليش في بالشام سينما اسمها سينما عبلة؟ يا عيب السوم عليك يا ابني، سب مثل حكايتك ما بيعرف سينما عبلة؟ لا والله ما بعرف. هنن وين قالوا لك بالضبط؟ منو هدول؟ يلي دلوكي عليها لسينما عبلة. ما حدا دلني يا ابني، انا حضراني فيها افلام بيجي اكثر من 20 مرة. طيب شلون جاي عليها وما بتعرفي وينها؟ ايه هذا الحكي من زمان، من 40-50 سنة، مو من هلا. الله يسامحك يا خالي، في شي بيضل على حاله 40-50 سنة؟ فعلا اللي بعيش ياما بيشوف. يعطيك العافية يا أخ. الله يعافيك. أهلين وسهلين. أمر تسمح لي أقعد شوي؟ تفضل افتح شرف. إيه والله كتر خيرك، ممنونك.
يا الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك، شكرا كثير. خدمي امر، امرني. ما يامر عليك ظالم. قالوا لي انك انت عتيقهم بالمنطقه وبتعرف فيها منيح. مزبوط، اكيد عم تدور على شي عنوان. اي والله، صار لي اكثر من نص ساعه وانا عم افتل مثل الخنفسه بالطاسه وما كنت استدل على العنوان. ليش؟ على شو عم تدور؟ على سينما عبلة. سينما عبلة؟ عم تحكي جد؟ شو شايفني اللي كان عم بمزح معك انا؟ عفوا، يعني انت قديش صرك ما اجيت على هالمنطقه؟ زمان كتير. ليش عم تسأل؟ لأنه سينما عبلة هون. عفواً، وين هون يعني؟ ما لي شايف شي لتعتزني. أنت هلأ بالسينما عبلة عمي؟ عفواً يا أخ، الله يرضى عليك. إذا كنت حابب تتسلى وتتفقس علي أنا مو فاضي لهالشغلة أبداً، مو ناقصنا والله. عال، أنا تأخرت على موعدي وما عاد عندي وقت منوب. يا عمي أنا ما عم بتسلى ولا عم بتفقس. سينما عبلة كانت هون، هون كانت من 30 سنة. ايه؟ وهلا وينها؟ سافرت يعني؟ جروها بالخيط؟ اسمعوا على هالحكي. عمي، السينما اللي عم تحكي عنها انت هدوها من زمان وطلع محلها هذا البرج يلي محلي فيه. هدوها؟ لك الله يهدون، الهي هد. لك انه شلون لهم قلبي هدوا هيك سينما؟ شلون؟ وليش لحتى ما يهدوها بقى؟ لك ما بيصير تنهد، ما بيصير تنهد. شو هالحكي المصدي؟ سينما عبلة بالذات ما بيصير تنهد يا أخي أبداً. شو أنت؟ شو ما في عواطف أنت؟ لك يا أخي، قلة ناس إلهم ذكريات بهالسينما، قلة عشاء كانوا يتواعدوا على بابا، قلة بياعين فول وبليلة كانوا يوقفوا يسترزقوا حواليها، قلة أفلام حب وهيام انعرضت فيها. يا خسارتك يا خسارتك يا سينما عبلة، يا خسارة. يا ما حضران فيها رصيف نمرة 5 لهدى سلطان وحميده لفريد شوقي، وأنا عايز أتجوز لفريد الأطرش. آخ الله، هديك الأيام قسما بالله العظيم البكي اللي كنا نبكي فيها بنص الأفلام بيعبوا خزانات. وانت يا أخ، شو اللي جاب على بالك هلأ بعد كل هالسنين؟ شو اللي جابه على بالي؟ كان عندي موعد على بابا. موعد؟ اي نعم، موعد خطيبتي على باب السينما بعد 5 دقائق. يلا عن اذنك بدي اطلع ادور عليها. خطيبته وعلى باب سينما عبلة؟ شو الارقى هي؟ شوفي خالتي، سينما عبلة كانت محل البناية الكبيرة هي. انت متأكد؟ متأكد، انا واقف هون عم بيعي نصيب اكتر من 40 سنة، وقت هدوها كنت بالصدفة واقف هون. يا خسارتك يا سينما عبلة، قديس إلي فيها ذكريات. بس ما قلتي لي، مش هاي شو عم تسألي عنها؟ كنت موعدة خطيبي قدام بابها. خطيب شو؟ قصدي باب شو؟ باب السينما، باب سو يعني. هلأ ولا من 50 سنة؟ لا هلأ. أصبح لروح أفتل حوالين البناية ودور عليه. روحي، الله معي، الله يكون معي، مع السلامة. يا نصيب عمي، يا نصيب. Thank you.
يلا ماما طولنا مالنا في الشمع عشان ننتظر. معلش ماما خلينا ننتظر شوي ليجي جده وتيتا. يا ترى شو اللي اخرهم؟ بركي هني. اهلين بابا. تفضل تفضل. ليش تاخرت؟ ظروف. اهلين حبيباتي. اهلين عمورة. اهلين حبيبي. هات بوسي هات. استني بالوش. سرسورة. هاتي بوسي هاتي. ما راح شكوك ان شدو هاتي. اهلين امي. تفضل تفضل. لا والله ما لقيتها. انت لقيتها؟ لا ما لقيتها. بتعرفي ليش ما لقيناها؟ ليش تقبرني؟ لانه الزمن صعب كتير يرجع لورا. أم ذياب؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا أنت يا أبو ذياب؟ شبك يا أم ذياب؟ ارتعبتي مثل يلي شوفلو شوفي. هلق معقول ما تكونش نمت لحد هالوقت؟ مش جاييني نوم يا أم ذياب، وحاسس صدري طابق علي الطبق. شو اللي صار لك يا زلمة؟ شو اللي مساهرك لهالوقت؟ يعني الدنيا صارت نص ليل وبالعادة بتنام قبل الشاشات. آخ يا أم ذياب آخ، بقول الآخ وبيطلع من صدري دخان أسود. وليش يا بعد عمري؟ سلامتك من الاخ. محروق قلبي حرق يا ام ذياب، مثل يلي مكتوي بالنار. وشو هو السبب؟ السبب مثل ما بتعرفي وبيعرف الجميع اني اني ملك لعب الطاوله بهالمنطقه كلها، وبالاخص بضيعتنا الرجل العقرب. ايه صحيح، انت ملك الشيشبيش بهالضيعه كلها. بقى معقول يغلبني المقوص ابو غزاعي؟ قسما بالله العلي العظيم، قسما بالله هالشغلة أبتفتش بالعقل. وشلون ما دورت هالشغلة بنفوخي مش عم تركب معي. اي بسيطة بسيطة، طول بالك يا ابو ذياب. وبعدين يعني الدنيا يوم إلك ويوم عليك. وغير هيك انت من 20 سنة وبتغلبوا لابو خزاعي،
شو فيها إذا هالمرة غلبة؟ أبي صرش يا أم ذياب، أبي صرش، شو هالحكي الفاضي هذا؟ أبو خزاعي ما فيش لازم يغلبني فيها بتيتعن، ولازم يظل مثل الأرنب قدامي ويطخي راسه بوجودي. هيك الأصول يا أم ذياب. يعني مش قليلي هالعشرين سنة اللي ما قدرش يغلبني فيها بالطاولة، مش قليلي بتيتعن. لا، ويلي قهرني أكثر يا أم ذياب إنه بعد ما غلبني قال لي روح تعلم اللعب، كأنه قرفان مني. آخ يا أم ذياب، ذبحني ذبحني بهالكلمة ذبح. سلامة قلبك يا أبو ذياب. تعرف أنا من رأيي إنك تفوت تنام هلق، وبكرة من الصبح بتروح لعند بخزاعي بتلعب معه بالطاولة وبتغلبه. مش عم يجيني نوم يا أم ذياب، مش عم يجيني. لا، وفوقها الضو ما كان يعرف يطلع، قسما بالله حاسس هالليلة أطول ليلة بعمري كله. على كل حال بسيطة، إلا ما يجي الصبح ووقتها برجيك قيمتك يا أبو خزاعي. ولا قليك ليش لحتى أستنى صبح؟ خير البر عاجله، رايح فيقه وورجيك قيمته هلق. خاطرك طول بالك يا رجال، هلأ بيقولوا إنه أبو ذياب جن. يا أبو ذياب، أبو ذياب يلعن أبو الطاولة وساعتها. اطلع قابلني وخليني اشوفك ان كانك رجال. مين مين؟ وقف عندك. لا لا يا ابو ذياب، هلق بطلت تعرفني وتعرف صوتي؟ انا ابو ذياب. ابو ذياب، ابو ذياب، شو جابك من صاص الليالي؟ خير؟ شوفي ما في شيء، بس لقيت حالي مش جايني نوم، فقلت ليش ما بيجي وبلعب دق طاولة مع ابو خزاعي. هيك لكان. اسمع يا ابو ذياب، انا من 20 سنة ما نمت نومة هنية مثل هاليوم هذا، وبصراحة اكثر انا مو جاي على بالي العب دق طاولة. بقى روح تيسر على بيتك هلاق، وبكرة الصبح بلعبك دق طاولة. يلا تصبح على خير يا ابو ذياب. وينك؟ ابقى تدرب منيح ها. تدرب منيح. طيب بسيطة، بكرة بتشوف يا مخزاعي. شو جيت يا وذياب؟ نعم جيت، ورايح مرة ثانية. بدك شي؟ لوين رايح؟ وشو بهمك في هالقصة انت؟ ان شاء الله روح على الهفا. شي رجعي نامي هلا، وبلا كثر الحكي عند المساء. حكي مش ناقصك ولا نقصتيني. بوذياب، بوذياب. مين هذا انت يا ابو خزاعي؟ يلا بلش تشوف. ولك شو بدي بلش؟ قول صباح الخير بالاول. ايه اصبحنا واصبح الملوك لله، يخرب بيت قلبك على هالقصه، حدا بيلعب طاوله عريق؟ وشو فيها يعني؟ كفرنا لا سمح الله؟ ما طول عمرك ان انت بتلعب طاوله عند الصبح، ايش معنى يعني؟ ها؟ مزبوط، بس اليوم مو جاي على بالي العب، اخو مراقشي، بعدين عندي شغل لفوق راسي ومالي فاضي. خلينا نلعب برتيه وحدي بس، مش انت وعدتني امبارحه انك رح تلعب معي اليوم؟ وش وعدتني يا ابو خزاعي؟ والمثل بيقول لك وعد الحر دين برقبته. لا حول ولا قوة إلا بالله على هالقصة. وك يا عمي أنت مسهرني هاولا صبح، وبعدين بتقلي بدكش تلعب. ولك أخي ما بدي ألعب. شو صايبي ولا فلتيني؟ ما بدي ألعب. بدك تلعب. ما بدي ألعب. شو هالقصة هاي؟ اسمع، قوم قوم لعيدك شغلة ثانية تنفع، أنا مالي فاضي لك. طيب بخزيعي خلينا نتفاهم وروق شوي. وعلى شو بدنا نتفاهم؟ خلينا نلعب برتية وحدي بس. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لك شو ما بتفهم أنت يا أبو ذياب؟ عم قلك عندي شغل كثير، شغلي لفوق راسي، بقى فرقني هلأ بريحة طيبة. عم تستوعب شو عم قلك ولا ما في نتيجة؟ طيب
ايمتين بدك تلعبني؟ تعال مسا الساعة 5 ووقتها بلعب طاولة أنا وياك، تكرم عينك. مش كثير الساعة 5؟ خليها الساعة 4. شو بتخسر يعني؟ يا سيدي لا الساعة 5 ولا الساعة 4. 30. خليها للستة بيكون أحسن. لا 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 لا، خلاص الساعة 5 مليح كثير. الساعة 5 بمرق عليك الساعة 5 وبنلعب طاولة، مليح؟ مليح، اتفقنا؟ أمري لله، اتفقنا. بنلعب؟ أي بنلعب. ماشي الحال. السلام عليك. وعليكم السلام، الله معك. أهلين خيي أبو ذياب، تفضل. شكرا يا خيتي، بس بدي أسألك، خيي أبو حسين موجود يا ترى؟ لا والله مش موجود، راح على الأرض يا خيي، بتريد منه شيء؟ لا أبديش إلا سلامتك. سلام عليك. الله معك. يلا يا أبو ذياب تفضل، الغدر صار جاهز. قول بسم الله الرحمن الرحيم يا رب. قيمي هالأكل من قبالي، قيميه، ماليش نفس. بعدين قديش صارت الساعة؟ شي ثنتين، ثنتين وربع. شو بدك فيها؟ صار لك أكثر من 10 مرات عم تسأل عنا. ولا شي، هيك مجرد سؤال، لأني حاسس الوقت مش عم يمشي، يخرب بيته ودقر فرد دقرة. طيب كلك لقمتين هلق يا بعد عيني، من غير شي نمت امبارحة بلا أكل. يلا. ليش مين قال لك اني نمت امبارحه؟ يلا شيلي هالاكل من قدامي هلقتني وفوتي لجوا، حابب اقعد لحالي شوي. دوشايش إسا بيجي دوشايش. طلعت روحي بالطول وبالعرض ونطف قلبي مبارحة وما إجاني ولا دوشايش قدام أبو خزاعي وشمت فيه. قديش صرت الساعة؟ يعني بدك تقول شي ثلاثة. معقولة؟ يلعن أخت الساعة، روحي شوفيها بركي مش عم تمشي. ما تخافش ماشي مثل الليرة. أمنتوا بالله على هالنهار شو طويل. ودخليك بدي أسألك. اي تفضل سأل. انتي ما بتعرفيش تلعبي محبوسة؟ يعيب الشوم عليك يا أبو ذياب، أني شو عرفني بلعب الطاولة؟ بسيطة ولا يهمك، كل الحق علي أني، لأنه كان المفروض فيني أني علمك لعب الطاولة بدل ما علم ابنك يلي قطعني ونزل يدرس بالشام. أني رايح. الله معك، الله يثبت علينا العقل والدين. راح أطق دقيق، راح تطلع روحي وما كنتش الساعة تصير 5.
إسا بروح لعند أبو حسين وبضيع وقت. مرحبا خيتي ام حسين. اهلين خي ابو ذياب، تفضل. شو بالظاهر خي ابو حسين ما اجا؟ لا والله اجا، هسه اجا وتغدى ونام. بتريد منه شي ضروري تفيق لك يا؟ لا سلامتك، بديش منه اشي، سلمي لي عليه. يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلا ابو ذياب، تفضل تغدى معي. دايما سبقتك، يلا العاب معي تشوف. شو شايفك مبكر؟ مو اتفقنا الساعه 5؟ واذا كان يعني، واذا فرقت لها ساعه زمان خربت الدنيا يعني. ما خربت الدنيا، بس انا بدي فوت نام، وانت بتعرف قبل غيرك قديش نومه الظهر مهمه عندي. بعدين ليش عيونك حمر كل القد كانك ما تنام امبارح؟ لا يا ابو خزيعي، شو ماليش نايم؟ نايم بس عيونه متحسسين من غبرة البيادر. اصبح خلاص، لقوم هلق وبرجع الساعة 5. مليح هيك يا ابو خزيعي؟ طالما هيك خليها للساعة 6، لاني بصراحة تعبان كثير وبدي نام مزبوط. وعلى قولتك شو بهم اذا فرقت لساعة زمن؟ يعني وين المشكلة؟ لا يا ابو خزيعي لا، شو هذا؟ يعني كأني شايفك عم تتمقطع فيها. لا مقطعة ولا شيء، بس تعبان كتير وبدي نام. أذنبنا يعني؟ طيب طيب مش مشكلة، برجع الساعة 6. سلام عليك. الله معك. يا الله يا الله. بس وينك؟ أبو ذياب. نعم. اتدرب منيحة، لعباتك ضعاف كثير. لعباتي ضعاف؟ ضعاف يبخش القلب. طيب أنا بفرجيك. مرحبا مريم، كيفك؟ أهلين دياب، كيفك؟ أنا منيح، أنت شلونك؟ أنا منيحة، أنت شلونك؟ أنا منيح، بس اشتقت للضيعة كثير كثير. يعني مشان هيك جيت ما؟ لأن قلت لي بدك شهر حتى تجي. مزبوط، بس يعني أنا هربان من الشوب. الله وكيلك، درجة الحرارة وصلت بالشاملة 45 درجة مئوية، مشان هيك قلت لحالي يعني يا ولد طلع دروس بين أهلك وقرايبك وحبايبك، يعني الجو أحلى وأرطب. ولا شو رأيك؟ رأيي شو؟ بالجو. الجو منيح، يلا خاطرك زورنا إن شاء الله. أبو حسين؟ أبو حسين؟ خير خي أبو ذياب، شو في؟ فاق خي أبو حسين ولا لسه؟ لا والله لسه ما فاق، ما صار له نص ساعة نايم. نوم الهنا إن شاء الله، سلمي لي عليه. الله يسلمك، مع السلامة. صارحني ياما يا ذياب، ليكون صاير معك شي بالشام؟ يا أمي يا حبيبتي، ميت مرة صرت قايل لك إنه ما في شي، بشو أحلف لك يعني بشو؟ لكن ليش جيت عالضيعة هيك طمغم لحضور ولا دستور؟ قلت لك يا أمي إني هربان من الشوب، درجة الحرارة وصلت بالشام لل 45 درجة، فقلت لحالي بطلع بدرس بيناتكم، منه الجو أرطب ومنه بدرس منيح لأنه باقي أسبوع واحد بس للفحص. هو الحق بيدك، يعني الشوبات كثيرة هالسنة بالشام، بس اللي مستغربته يا ابني يعني انت من طول عمرك بتدرس بالشام ومن طول عمرك بتقلي انك ما بتقدرش تدرس بالضيعة. شوفي ياما،
اذا بدك ضلي تساليني بقوم ضب اغراضي وبرجع على الشام. ها قلت لك اني بقدرش بدرس هون، وفعلا اني بقدرش بدرس هون، لانه بي الله يطولنا بعمره طول الوقت بده ياني العب معه طاوله، بس اني هالمره حاسم اموري، لعب طاوله ما في نهائيا. اخ يا ما اخ بيك مدري شو صاير له. امبارحه بو خزاعي غلبه بالطاوله، ومن امبارحه لليوم هو حايص لايص رايح جاي لعند بو خزاعي، وهالمنظوم ما عم يقبلش يلعبه بالطاوله. الله يسامحك يا بو خزاعي، اللعبة تضحك ليكوا على الحكي المصدق. ذياب اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة يا بي. الله يسلمك. اشتقنا لك يا حبيبي. وينك انت؟ وين تاركنا انا وامك لحالنا؟ وينك يا بعد عمري؟ وين ايامك الحلوة؟ وين بدي يكون يعني؟ بالجامعة، كل اوقاتي بالجامعة. ايه الله يوفقك وياخذ بيدك. شيلي صينية المتي من قدامنا، شيليها بدي العب ذق طاولة انا وذياب. بس يابا انا عندي لا دراسة. اقعد اقعد لخلك، كله برقية وحدي وبس، صلى الله وبارك. شيلي شيلي يلا يلا. الله يرضى عليك. الله جابك بوقتك، اقعد اقعد. شو السود مثل العادي؟ مثل العادي، السود ليك والبيض ليا. بيش ياك هلا هيك بدنا نشتغل من اولها. بلشت اشوف. بعد اذنك يا بابا. تفضل تفضل يا بيش. وهي دوشيش. ها يا حبيبي جاب لي شيش من اول رميه زهر. يلا تشوف دو ياك. لك معقولي هذه؟ معقولي يلعب على هالحظ هذا؟ ذياب تا حبيبي تا تعتقل لك كلمة صغيرة بس. إسا وقتك أنت ثاني؟ حلي عنا شوية مذياب، خلينا نعرف نلعب. قرر. بعد إذنك يا بابا، بس دقيقة واحدة بس، بس دقيقة. دقيقة. شوف، شوف يا ذياب، بديش أوصيك، خلي بيك يغلبك، لأنك إذا غلبته رح تخسرها. ولا يهمك، أنا حاسب هالحساب لحالي. ها. الله يرضى عليك، يلا. شو قلت يا ذياب؟ شو قلت ها؟ بتسلموه ولا بتكمل؟ خلص باثنين، حلال عليك. بتسلموا باثنين؟ واضحة. واي طرقناك برتي يا برتبي. حلال عليك. بعدين بدك الصراحة يا ذياب، يعني لعباتك ضعاف والطاولة بدها أهلها. قديش صارت الساعة معك؟ ستة إلا ربع. قربت نهايتك يا بخزيعي، قربت. خاخك يا ذياب، دعيلي يا بي. شوفوا ما شاء الله كان. من امتين كنتوا تلعبوا طاولة من غيري؟ إذا بتريد قاضى نصتك يا أبو ذياب. وهي ما اكلت يا ابو حسين، اخذتك مرتيه محرزه، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا ابو خزاعي. قوم تقلق ابو حسين، قوم. لوين بدي اقوم؟ لوين؟ قوم حتى اخذ لك بثارك من ابو خزاعي ورجي قيمته. شو يا ابو خزاعي؟ شو؟ قويان عصك وقاعد عم تغلب الناس على ابو جنب، مش هيك؟ صف حجارك تقلق صف. انا اسمحوا لي، يلا بخاطركم. شي؟ وين رايح يا ابو حسين؟ بدكش تقعد وتشهد على غلب بخزيعي؟ بدي روح يا ابو ذياب، تاخرت على المره، لازم انا وياها نروح نزور البنت. يلا بخاطركم. الله معك. مع السلامه. مع السلامه. العاب تقلك يا ابو خزيعي العاب. مليت من اللعب يا ابو ذياب، اجلها لوقت ثاني. شي؟ شو مليت وما مليت؟ ها؟ نحن متفقين نلعب ولا مش متفقين؟ ها؟ ولا خفت اغلبك يا ابو خزيعي؟ العاب تقلك العاب، خلصني. مو مسألة خوف يا أبو ذياب، بس بصراحة أنا بطلت ألعب طاولة، بقى لا تعذب حالك أحسن لك. وبصراحة أكثر أنا مو بطلت ألعب طاولة، حرمت لعب الطاولة طول ما أنا عايش. شوف يا أبو خزيعي، بترجاك لا تمزح معي، قلبي مش متحمل. بعدين قبل شوي كنت عم تلعب، بقى شو حرمت وما رمت؟ صحيح، بس أنا وعدت أم خزاعي إنه هي آخر مرة بلعب فيها طاولة. وعد ام خزاعي؟ ليش من امتين بتسمع كلام ام خزاعي انت؟ ها؟
ما طول عمرها بدها اياك تترك الطاوله. ايه اخي انا حابب مخزعي هالكم يوم ومو جا عبالي اكسر كلامها. اذا كان هايك ولا يهمك، اني هلق بحكي مع خيتي ام خزاعي، مش مشكله يعني. اخي ما في داعي تغلب حالك يا ابو ذياب، انا اتخذت قراري عن قناعه ومشي الحال. يعني هذا اخر كلام عندك؟ ايه نعم. طيب بسيطه يا ابو خزاعي، بسيطه مش مشكله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا يا ابو ذياب قوم كلك بقنتين، الله يرضى عليك، بعدك من امبارح على لحم بطنك. ذركيني بحالي يا ام ذياب، قلت لك اني ما بديش اكل، مأضرب عن الطعام اني، وما راح اكل لقمه وحدي حتى العب مع ابو خزاعي. بقى الله يستر يحن عليك، روحي احكي مع ام خزاعي حتى تقنعه يلعب معي، لبي لي هالطلب ارجوك يا ام ذياب. مش رايحة روح يا ابو ذياب، شو بدها تقول عني المخلوقة؟ بعدين انت بتعرف اني انا وهي مش اصحاب، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يعني انت بدك تفضحنا؟ شو بدهم يقولوا عنا الناس؟ اي قولوا شو ما بدن، شو بدنا بالناس نحنا؟ انا يلي عم بطلبوا انه ابو خزاعي يلعب معي فقط. طمنيني اكل ولا لسه؟ دخيلك يا دياب، بيك رح يروح من بين ايدينا ونحن عم نتفرج، فوت احكي معه كلمتين بلكي بيقبل ياكل. يا امي ما في مجال نهائيا، يعني طلع الشعر على لساني واني احكي معه وما كان يقتنع، حتى اني عرضت عليه شخصيا اني العب معه ورفض، رفض رفض قاطع، مصر انه يلعب مع ابو خزاعي، قال حس انه تصرفات ابو خزاعي كبير كثير كثير بحقه. وشو بدنا نساوي؟ بيك تعبان كثير. خلص ولا يهمك، أمري لله، أنا بكرة الصبح بروح لعند عمي أبو خزاعي وبالترجاء يلعب مع بي طاولي. وليش لبكرة الصبح؟ ليش مش هلق؟ من هون لبكرة بيكون بيك تقي يا ذياب، روح لعند أبو خزاعي وخذ بطريقك بحسين أوجه. خلص ولا يهمك، تكرم عيونك، رايح فورا. يلا خاطرك دايلي. وين راحوا؟ أم حسين؟ أهلا وسهلا يا ذياب، أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك طول عمرك عمي. عمي حسين في موضوع هيك حابب نحكي فيه أنا وياك. شوف يا ذياب، إذا كان بدك مني روح لألعب طاولة مع بيك أتتعبش حالك، أنا مش قادر، تعبان كثير وبدي نام. لا عم حسين، يعني الموضوع أكبر من هيك، بس حابب نحكي فيه على انفراد. يا ذياب أنا فهمان عليك، بس شو بدي قل لك مش عارف، يعني أبو ظنش إنه بعد بكير شوي، على القليل لتخلص الجامعة. ليش شو دخل الجامعة بالموضوع اللي بدي قل لك إياه؟ الموضوع هو تكملش يا ذياب، أنا بعرف إنك شاب محترم ونحن مش رح نلاقي أحسن منك، بس يعني عطيني مهلة حتى أفكر، يعني مش المفروض يجي بيك معك ولا أنت عندك رأي تاني؟ ما هون المشكلة، المشكلة إنه بي مريض، وإذا سمحت خليني كمل. الموضوع هو كالتالي. تفضل، تفضل احكي، أنا سامع. سلم دقة. والله زعلتني يا ذياب. طيب ما بدي أعرف شو صار له، المسا كان مثل الحصان. ما بعرف، عجبك على هالشغلة؟ عجبك؟ على كل حال ادعي لربك يقبل معنا أبو خزاعي. بده يقبل إن قال إيه وإن قال لا. بعدين أنا ليش جايبك معي يا عمي أبو حسين؟ ولو إن شاء الله بيصير خير إن شاء الله. تفضل تفضل. والله جيتكم غالي علي كثير وعلى راسي من فوق، بس أنا بطلت العب طاولة يعني، وما لي حابب تراجع. شوف يا ابو خزاعي، اذا حابب تتولدن هلق مش وقت الولدنة، ترى هالحكي بيمرقش على واحد مثل حكايتي،
بقى حاجة تتمقطع بالرجال وفرط لنا هالقصة بقى ولعبوا بالطاولة وخلي راسنا يرتاح من هالقصة بالمعروف والوداد. يا أبو حسين أنا ما عم بتمقطع بحدا، بس أني مالي حابب العب طاولة، أكو مراقي شي شي. عمي بخزاعي اسمع هالكلمتين مني وفهمهم منيح، الله يخلي لك ولادك. تفضل. عمي بي مرضان كثير، ويعني احتمال يروح فيها، وإذا صار له شي بعيد الشر بعيد الشر عن قلبه، راح تكون أنت المسؤول. بقى بترضى تكون أنت المسؤول؟ مو مسألة أرضى، بس يعني مساعتها أنا مش راح أسكت، وأنت بتعرف هالشي منيح. خوفتني والله، شو ناوي تساوي يعني؟ ها؟ لا تخاف علي، بساوي شغلات كثير أنا، بعدك بتعرفنيش. ها؟ لكان بي يروح من بين إيدينا بسببك وأسكت؟ لا سيدي مش راح أسكت. طولوا بالكم يا جماعة، القصة على بعضها بينحكاش فيها. خيب وخزاعي جيرة الله عليك، ما تردنا خايبين. والله خجلتني يا أبو حسين. ماشي كرمالك راح لعبوا دق طاولة، بس على شرطها. تفضل تفضل شروط على كيفك عمي بخزاعي. أول شي بلعبوا دق طاولة بالساحة وقدام كل الناس، وثاني شي إذا انغلب ما بيقرب على الطاولة طول عمره. وأنا متأكد إنه بي رح يوافق. عظيم عظيم كتير أبو خزاعي، وهلق شربنا قهوتك قبل ما نفل. على راسي وعيني، يلا. أبشر أبشر يابا أبشر، وافق عمي بخزاعي يلعب مع الطاولة. وين الطاولة؟ الطاولة وينها؟ طول بالك طول بالك يا بي طول بالك شوي طول بالك، اللعبة بكرة مش اليوم. بس يعني مش عارف شو بدي أقول لك. قول. هو يا عمي بخزاعي حاطط شروط. شروط؟ ومن أين فين كان أبو خزاعي يتشرط؟ شوفوا الهلس شوفوا. وشرطه إنه تلعبوا بكرة بالساحة قدام الناس، و بس هيك يعني قال إذا غلبك بدك تحرم تلعب طاولة طول عمرك. موافق أنا موافق، ولنشوف مين يلي بده يحرم يلعب طاولة. هلا ارتاح خاطري واطمئن وجداني. أم ذياب يا أم ذياب. يا عيون أم ذياب. الله يرضى عليكي، يعني طبخي لنا جز مز، بدنا نتعشى أنا وذياب. ولك تكرم عيونك، أنت بتأمر أمر يا أبو ذياب. شيش وسيش، هذه الشيش هذه البيت وهذه السيش. تفضل يا أبو ذياب. دويت دويت. يلا العب العب. فيش هذه الدو وهذه الجاك. دوشيش. هاي اثنين وهاي اثنين. مش مشكلة بسيطة، سيودو سيودو. هاي السيف هاي انتو لعبت اشوف. شيش وسيف، هذه الشيش وهذه السيف. العب يا ابو ذياب. سيودو. بديش بديش اتركني في حالي. العب العب يا ابو ذياب. شيش وسي. وهي كيف بدك تتخلص منها يا ابو ذياب؟ ها العب العب وارجيني شطارتك. يحرق أخت الزر، يحرق أخت الزر. وهي أخذتك على الخشب يا أبو ذياب. يعطيك العافية، هذا الدق بحياتك كلها يا أبو ذياب، ولك يعطيك العافية يا أبو ذياب. طول بالك يا أبو طول بالك، يعني مش محسن. يابا يابا يابا
يا برد علي يابا. شو صار لك يا بيي؟ يابا يابا شو صار لك يابا؟ مات ابو ذياب رحمة الله عليك يا ابو ذياب. الله يرحمك يا بيي. يعطيك العافية. أهلا وعافيك. أهلا وسهلا. حضرتك أبو فادي؟ نعم أمور أخي. والأخ أبو عدنان. دعا أهلا وسهلا أمور. تفضل تفضل. يا الله. أنا اسمي أبو عادل وجاي لعندك من طرف أبو محدين المساطلي. أهلا وسهلا فيك وفيه يا بشير. هات كاس الشاي. حاضر معلم. إيه يا أبو عادل شو بدر خدمك؟ ها الحقيقة أنا بدي بيع البيك أب اللي واقفة برا. تكرم عينك، ألف غرض مثل هالغرض. إيه والله بارك الله فيك. شكراً. شكراً يا أخي. وعلى شو مرسمان؟ على أرض زراعية. بس بيني وبينك أنا لا عندي أرض زراعية ولا ما يحزنون. إيه مفهوم مفهوم. أصلاً السيارات البيك أب المرسمة على الأراضي الزراعية صارت قد الأراضي الزراعية بهالبلد على 3 مرات. شايف شايف. بس هلا مع صرجين الترسيم شوي ها ولهالسبب ما قدرت جددها ومشان هيك قررت بيعها مع انه والله العظيم بتلزمني كثير بالشغلي. ليش حضرتك شو بتشتغلي؟ موزع جمله قمصان بيجامات قلابيات وهيك شغلات يعني. معناتها السياره بتلزمك لشغلك. شو رايك امن لك صالون عمومي وبزيد معك قرشين؟ لا والله لا والله مالي قدر على دفع رسم العمومي لانه رسمها 20,000 بالسنه وال 20,000 مقلل يا ابو فادي ابدا. ايه والله الحق معك مو قلال ابدا. بعدين بصراحة انا ناوي ضب مصاري شوي لانه في اشاعة قوية بالبلد انه السيارات بدها تنزل. اخي اسمع مني ولا تعطي اذنك للاشاعات. صار لي 20 سنة بهالمكتب وبهالعشرين سنة سمعان كتير من الاشاعات هي. انا بيهمني وضعك بالذات لانك مبعوث من قبل ابو محدين المساطلي وبيهمني انصحك. تفضل ابو فادي انصحني. تفضل. يعني فكري إذا فيك ترسم السيارة على غير أراضي زراعية رسمها وخليها عندك. على شو فكرك رسمها؟ أي شيء. هنجارات ورد، هنجارات خيار، بيوت بلاستيكية، بقر، نحل، ما بتفرق. ما زبطت معي. لا على بقر ولا على نحل ولا حتى على زلائط. مع أنه جبت ورقة أنه عندي 30 خلية نحل بس ما مشي الحال. أفروني. وليش لحتى ما يمشي الحال بقى؟ قال بالأول لازم انتسب لرابط النحالين. انتسب شو الشغلة يعني؟ ما بقدر ما بقدر لأنه الانتساب يا أبو فادي بده فحص شفهي وفحص كتابي وأنا بصراحة ما بعرف الفرق بين النحلة والدبور. يعني ما بيمشي حالي بالفحص وأكيد بدي يسقط ما في مجال. يا سيدي هاي كلها شكليات. انت احفظ لك كم سؤال بصم بيمشي الحال. هاي نحن مرسمين 10 سيارات على مناحيل. ولك اخي بلالي وجهك هالراس. الله يرضى عليك ما بدي اياها ما حبيتها. طيب مثل ما بتريد. تيسير مور معلم. لا افحص يا بيكاب برا الله يرضى عليك. على راسي مفتاحها فيها معلم. مفتاح بالباب. ايه على راسي. لا تعزبوا حالكم وتقلبوها. الله وكيلك السيارة خالية العلام من برا ومن جوا. يعني ما فيها لا نكشة ولا نعراء ولا طرقة. والموتور والله العظيم نظيف كتير ومو ماشي غير 40,000 كيلو. كتير مني. وقديش طالب من الله؟ والله ما بعرف. انتوا قديش تدفعوا؟ لحنا ما منحط سعر. هذا رزقك وانت حر فيه. بعدين مو انا بدي اشتري.
شو تيسير طمني؟ السيارة مزبوطة، خليت العلام. حلو. الموتور؟ الموتور نص عمره، بده غيار جنزير صدر. والدوزان؟ الدوزان اطلع جربه بالله. شو؟ اطلع فيها دورة، شو عليه؟ مو مشكلة. لا اخي ابو عادل، ما بيطلع فيه الا بعد البازار، هيك العرف بالسوق عنا. ايه مثل ما بدكم. بس ما قلت لي اخي ابو فادي، مين بده يشتري سيارة بلا صغرى؟ مين يعني؟ واحد من الشقيعة اللي عندي. شو هدول الشقيعة؟ الشقيعة جمع شقيع، والشقيع هو اللي بيشقع، يعني هو اللي بيشتري سيارة منه وتاني يوم ببيع على راكب، يعني بيع شرة. والله اي سمعة. لحظة 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 بفضل. ألو، مرحبا سيد عزام. أبو فادي أخي، عندي بيك أب موديل 96 خالية العلام. إيه؟ لك إيه؟ لا مو من شقيع، صاحب الكرت ليكو عندي، موجود عندي هون. إيه أخي، على البازار كل شي بيصير، ولا يهمك. إذا أنت جاهز جيب رعبون بجيبتك وتعال عندي على المكتب، عم بستناك. ماشي، الله معك. أهلا سيد عزام، عم بستناك. ها، مع السلامة. عدم مؤاخذة، مين هذا عزام؟ كمان شقيع هذا؟ ايه بس شقيع محترم، صار له 10 سنين بهالمصلحة، يعني الزلمة فهمان ومقدر، مو حيلا زلمة. وبيطول ليوصل؟ شبنا شبنا أبو عادل، ليش بصرتك محروقة؟ إذا ما اجتمع البازار 7-8 ما عاد اسمه بازار. أيوة مو مشكله، يلا عودوا. يلا سمعونا الفاتحة يا شباب. آمين يا رحمة الله. يا أخي عزام، هات هويتك لشوف. بسم الله. هاي الهوية سيدي. أيوة، حط 50,000 رعون. يا رب. وي 50,000. يا أخي بعدي هويتك إذا سمحت. طيب مو لنتفق بالأول؟ إن شاء الله ما بتطلع من هون إلا وإنت رضيان، هات الهوية لقلك. شو بنا أبو عادل؟ ليش هيك موسواس؟ لك أخي مو قصة موسواس، بس أنا لم أخي ناول الهوية، وقت ما يعجبك السعر بنشق العقد بنفس الجلسة. إيه تفضل، وهي الهوية. إيه سيدي، شو طالب من الله؟ والله 330,000. أعوذ بالله، ما في اليمة بنوب. شو عم تحكيت يا رجل؟ لا أبو عادل، كترت عليه، يعني بدك تطريها شوي. مالو أبو عادل، شو أنت مو عايش بالبلد؟ السوق دائر يا عمي. بسيطة بسيطة. إيه سيد عزام، شو بتوفي معك؟ بس بنور الله. سيدي حاجتها 250. أعوذ بالله، شو الحكي هذا؟ إيه مالكم علي يمين تحلفوني؟ صارت لحد هلا كلفني بحدود 4 للربع. سيدي الله يرحم هذيك الأيام. نحن أولاد اليوم، شبنا بالماضي. بدنا غير الحكي يا أبو عادل. ولا ما بعرف شو بدي أقول. أخي 3.25 ماشي الحال. شو سيد عزام؟ والله أنا حكيت اللي عندي. إيه بس لازم نبحبح له إياهم شوي. إيه سيدي، كرمالك وكرماله 260. والله يا عمي سعر ملوكي. بقى يا أبو عادل اتكل على الله، الزلمة عطاك سعر ممتاز. ها على مهلكم عليها يا شباب، لا تضوجوه خليه يفكر. أخي أنا آخر كلمة عندي 320,000. والله يا أبو فادي ما في مجال، بعيدة كتير. يا سيدي مو مشكلة، منقربها. لا شو بعيدة؟ لا بسيطة أبو عادل. جرب. لك يا أخي والله العظيم أبو عادل، شرف معي. لك لو أنت شرب، أنا حكيت من نور الله، هذا اللي عندي، اللي ما توفي معي. لك الله تعالى لك عاود. يا أخي شو تعال لك شو يعني تعرف؟ Thank you.
سي العزام، ابو عادل نهلناها ب 310 شو قلت؟ والله لساتها بعيده. طيب شرف معي لله. لك والله بعيده يا اخي. شرف معي لله. شبك سي العزام؟ انا لهلا ما قلت كلمتي وبتمنى انه كلمتي ما ترد. شنو يا فادي ما عاش بدي ارد لك كلمتك. شرس العزام وقع لي هون اشوف على بديش. خلاص ما بنختلف، ما بكون له رضي انا. بسم الله الرحمن الرحيم. شرس يسلموا. يا اخي ابو عادل وقع لي هون اشوف. لك شلون بدي وقعوني سما اتفقنا؟ خلاص وقع وما بتطلع الا رضيان باذن الله. الشغلة قريبة بيناتكم، يعني أنا متأكد إنه ما راح يصير خلاف. أخي واد ما بيعجبك العقد شقه من حقك. خلاص أبو عادل وقع بقى. إيش وقعت توقع على بيع القلعة أنت؟ ماشي الحال أخي. هاي توقيع. وهي أنا راح أحط السعر 290,000 ليرة. هيك لا تكون ظلمتك ولا ظلمته. بس خلص ابو عادل قول له مبروك للزلمه. بس اذا مو طالعه من خاطرك يا ابو عادل ترى الله ما بيوفقه فيها. مبروك اخي. الله يبارك فيك. تفضل سيدي، هاي 50,000 ورقة والباقي على الفراغ. ايه يا ساده اسمحوا لنا بكمسيون المكتب. شرف سيدي، هاي 3,000 ورقة. شكرا شكرا سيد عزام. عفوا عفوا، ليش الكمسيون على البايع ولا على الشاري؟ على اثنين سوا. بس الحلوان على البايع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل سيدي وهي 3,000 ليرة. سلامة عرفك ابو عادل، نحن بناخد من البائع 5,000. ما بيصير هيك، قسما بالله ما بدفع غيره. شو عيب سعر عزة؟ ماشي الحال، منك بركة ابو عادل، اعطي لك تيسير 1,000 ليرة. اه؟ ليش رح تعطي تيسير بقى؟ اعتبره الحلوان، حق كاسة شاي. و500 للشاب اللي غسل السيارة برا. لا عمي لا، أنا ما بدفع لا حلوان ولا إجرة غسيل سيارة، لأني لما بعتها بعتها وسخة، وسخة بعتها ما بعتها نظيفة أنا، إذا ما عجبكم شو العقد يا أخي شو؟ إي خلص خلص خلص، طول بالك، مشي الحال، أخي أعطينا رقم تليفونك عشان نتصل فيك وقت الفراغ. شو صار؟ اطمني اطمني، ما صار شيء. كنت بدي. ليش هيك البرغل مبعوث بالارض؟ كنت بدي اخبي المصاري باطراميز البرغل، قام فلت من ايدي وانكسر. وليش لا تحطهم باطراميز البرغل؟ ما كانوا محطوطين باطراميز العدس؟ قلت لحالي بغير محلهم مشان التموين، مشان التموين. اخي برضاي عليك تلاقي لك محل تخبي فيها المصاري بعيد عن المطبخ بيكون احسن. ايه طيب لا يطلع خلقك علي. ماشي الحال. يا الله يا الله يا وين العاجزين يا رب. مصبوطي. امشي لقلك الحقيني لنشوف وين بدنا نخبيهم. روح انا بدي كنس المطبخ. روح تدفشني كمان.
هلا انا بس بدي افهم، انت ليش ما بتريح حالك وبتحط هالمصاري بالبنك؟ اعوذ بالله، كل شيء للبنوك سبع تمت شو هاد؟ ايه وليش بقى؟ اختي انا هيك عقلي، ما بحب البنوك، ما بحب البنوك، يعني اذا ما كانت مصاري تحت ايدي ليل نهار من يرتاح بالي ولا بيهدى خاطري بنوك. طيب شو رايك تحط هالمصاري بشي كتاب من الكتب؟ لك فكرت انت الثانيه بهالمساله، بس صراحه الصراحه والله ما زبطت معي. وليش؟ شو ليش؟ 300,000 هدول يعني 6 رزم سماك وما بيسعوا بأي كتاب. أصبح بدلهم بعملة صعبة وتحشن بشي كتاب، العملة الصعبة ما بتاخد حجم. فكرت بهالشي يا أختي؟ مين قالك ما فكرت؟ بس احترت بشو بدي بدلهم. شي نصحني اشتري دولار، وشي نصحني اشتري مارك ألماني، وشي اقترح علي افتح حساب بلبنان باليورو، واحترت والله احترت والله حيرني. ما بدي الشهادات الشغلة، بدلهم بالدولار اقوى شيء. معك حق، يعني اليورو يلي وراء اوروبا كلها ما قدر يوقف بوش الدولار، بقى بكره اذا لقيت السعر منيح رح اشتري بالمصاري دولارات. بعدين انت ليش ما بتشتري سياره جديده مشان شغلك وبتخلص من هالهم؟ رح اشتري، بس ناطر ليرخصوا السيارات، في اشاعات قويه لانه عيش يا قديش. سيد بكري، يا سيد بكري. أهلين أبو عادل. أهلين وسهلين. أهلين بالوش الحلو. أهلين وسهلين. أهلين وسهلين. أهلين بالحبيب. الله يرضى عليك. يا هلا يا هلا. إيه سيدي، كيف السوق معك؟ إن شاء الله في بيع وشراء هيك. خليها لله أحسن شيء. في معي مساطر قمصان جديدة، خملة كورية، شو رأيك؟ لا تورجيني شيء يصير عرضك، مالك شايف البضاعة مكدسة قدامك، ما في مين عم يقول لي مرحبا وما في مين يشيلها. ايه الله يجبر عنا وعنك. شوف لقلك، اذا بتمر لعندي الاسبوع الجاي ممكن السوق يكون تحرك شوي واخذ لي منك شويه بضاعه. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير ان شاء الله. ايه سيد بكري، بدي اسالك سؤال. تفضل اسال. انا كنت اسمع من التجار انك بتبدل عمله. بدلها، مزبوط هالشي يا ترى؟ ليش معك شي؟ بدي اشتري شويه دولارات. قديش الكميه؟ والله إذا كان السعر منيح باخد ب300,000. هلا بنشوف. ألو مرحبا معلم. الأول بقديش اليوم؟ طيب والثاني؟ طيب والحجي بقديش؟ لا والله معي شوية بلدي. ماشي معلم، يعطيك العافية. هذا أحسن سعر من 10 أيام. تكلنا على الله. قديش هدول ثلاثة؟ ايه يا سمديات. بس وينك ابو عادل؟ اذا مو لازمين لك هات لشغل لك يا هون بتبديل العمله. لا 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 لازميني. شو وين سيارتك؟ جاي ماشي؟ لا بعتها وهدول مصاري حق سياره. يعني بدك تشتري غيرها؟ لا مو هلا. لك شو لا؟ تحت ايدي سياره خارقه وحفر وتنزيل الك وسعرها طري كثيره. قديش يعني؟ يعني اقل من السوق ب 50-60,000. هاي صاحبها تاجر مكسور وبده يسدد ديونه. هو بصراحة أنا هلأ مالي مفكر اشتري سيارة. لا سيدي بدك تفكر. لك هاي لقطة، سيارة لقطة، بتكون مجرم وسفاح بحق نفسك إذا ما بتشتريها. وشو نوع هاي ترى؟ هاي بدها قعدة، هيك حكي ما بيمشي الحال. طيب شو رأيك تشرف لعندي على البيت على فنجان قهوة ومنحكي على رواق؟
وهو كذلك. انت مو لساتك ساكن بنفس البيت؟ نفس البيت ما غيرتوه. كتير كويس. بكرة العصر بيجي لعندك وبشرب فنجان قهوة. يا اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا وسهلا. خاطرك. مع السلامة ابو عادل. الله معك. اخي ثبت لي هذا الموديل وهذا الموديل اذا بتريد. ايه تكرم عيونك على عيني وراسي. كم سيري بدك انت؟ يعني من كل موديل سيري ودوبل قياس اللارج. ايه تكرم عينك. لارج دبل. دخلك المعلم ابو سعيد، شو اخباره؟ ماشي الحال ماشي الحال. وانت اخي ابو عادل؟ امور ان شاء الله توفقت هيك بشي سياره ظريفه. والله هو الحقيقه لحد هلا لا، بس موعود بسياره ظريفه كتير. بكره سيد قشطه، سيد بكري القشطه جاي لعندي على البيت. سيد مين؟ مين؟ بكري، بكري القشطه. يا حبيبي هلا ما لقيت توقع غير بين ايدين بكري القشطه. ليش ابو اخي؟ ما ابو شي، بس نصاب وسرسري وحرامي، وإذا ما لقى حدا ينصب عليه بينصب على حاله. هو الحقيقة أنا والله مو كتير بعرفه، كل ما هو لقيت إنه بياخذ من عندي شوية بضاعة. ولك أنا بدي مصلحتك يا أبو عادل، اسمع مني نصيحة، بكري القشطة ما بيتفوت على بيوت، وبقص إيدي من هون إذا ما كان حاطط عينه على مصرياتك. السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. اسمع اسمع أبو عادل، اسمع بإذنك أخي مفيد، شو رأيك ببكري القشطة؟ أعوذ بالله، لا جيب لي سيرته أبدا. لك هذا زلمة بيسرق الكحلة من العين. يا أخوك أبو عادل عازمه لعنده على البيت بكرة. لا تأخذني يا أخي، المثل بيقول لك حدا بيجيب الدب لكرمه. ولك إيه هذا الناس كلها بتتحاشى وبتبعد عنه سفر سنة، لأنه مجرد فوتو لعندك على البيت معناتها في وراه شي مصيبة. لا حول ولا قوة إلا بالله، منين إجتني العلقة؟ لا وقال شو؟ ملاقي له سيارة لقطة. سيارة لقطة وعن طريق بكري القشطة؟ يا حبيبي معناتها أكيد قلبة شمية قلبة وعاملة شمية حادث. أخي أحسن شيء لا تفتح له الباب. شو ما يفتح له الباب أنت التاني؟ والله إذا ما فتح له الباب يجوز يفك الجرس والدقاق أو يمشي. هذا إذا ما فك الباب وحمله معه. العمى لا درجة، شو المخلوق هاد العمى؟ وأكتر كمان أخي، إذا انحرشته لسبده رح تستقبله عندك بالبيت. دير بالك منيح ولا تخلي عينك تغفل عنه لحظة واحدة. وإذا في بالبيت مصاري أو شغلات غالية اخفيها بشي محل ما ينتبه له. معناها لازم أخذ احتياطاتي كاملة أنا. يالله يكون معك يا أبو عادل، وإن شاء الله بتمضى هالزيارة على خير. شو غسان؟ لقيت رح تضل هيك لا شغلة ولا عملة. لا يفرج ربا. إيه بس ما بيصير هيك، لازم يلاقي لنا شي شغلة. حاطط عيني على شغلة ممتازة، بس في لعلي وحدة. وشو هالقلة؟ بدها سيارة. في واحد قرايبي فاتح معمل صابون وبده موزعين، بس الموزع لازم يكون عنده سيارة. ومنين بدنا نجيب حق سيارة؟ عم فكر بالموضوع. إيه انا وياك ما بنحتكم على 1000 ليرة، بقى شيلك من هالشغلة، ما بدها تفكير. لا عمي، انا خرطت مشتي هالشغلة، وعاجلا ام اجلا بدي ادبر حق سيارة. ومن هون لتدبر حق السيارة، شو بدنا نشتغل؟ نلعب طاولة. زدت لألك زدت جار ودود. صدقني أنا بتعامل مع كل تجار السوق الجمعية، ما عدا بكري القشطة ما بتعامل معه إلا بالكاش، وانت بتعرف هالشي. يا أخ مزبوط والله، انت من زمان منبه علي انه ما أعطيك ضاعة إلا كاش. مزبوط والله. طيب ما سألت حالك ليش؟ بصراحة ما خطر لي، قلت لحالي أكيد عندك أسبابك الخاصة انت. صحيح، وأسبابي الخاصة أنه هالزلمي ما بيتأمن البنوب، لأنه يا مساحب بضاعة من التجار على أساس يدفع بالجمعية، وهذا وش تضيف بعد ما يسحب البضاعة؟ لا بيعود بيدفع لا جمعيات ولا خميسيات. طيب التجار التجار كيف عم يسكتوا له هذا؟ يا حدا عم يسكت له، هلأ في عليه 10-12 دعوة من المحكمة. لك حتى المحل اللي قاعد فيه أخده بالنصب والهيلمة والاحتيال. شو الحكي؟ شلون أخده بالهيلمة يعني؟ بالأول بكري كان شغيل بالمحل، وبعد ما مات معلمه ضل يحوص حوالين مرته هيك لحتى تجوزها، وبعد ما تجوز لها المخلوقة بسنة شلح المحل ولحشة بالطريق. يخرب بيته لهالدرجة؟ وأكتر بقى اسمع مني، احلق له على أهون سبب، لأنه ما رح يجيك منه غير مصايب. طبعا لك طبعا بدي احلق له، بس المشكلة اني واعده عندي بالبيت. يا سيدي مو مشكلة، زيارة واحدة بسيطة بس. ها خود حذرك منه وانتبه منيح. هات لشوف شو في معك طلبيات. ماشي. شو
شو يعني؟ ما قدرت اعتذر منه؟ مو قصة ما قدرت اعتذر منه، المصيبة ما عم لاقي، رحت لعنده على المحل ما لقيته، وما بعرف عنوان بيته حتى زوره أو رقم تليفونه حتى اتصل فيه. طيب والحل؟ ما في حل أختي، لا مناص من جيته لهون. شو رح تعمل هلا؟ شو بدي أعمل يعني؟ الله يجيب العوائب سليمة، اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. والدولارات شو بدك تعمل فيهم؟ ناوي خبيهم بمحل بحيث انه لا بكري القشطة ولا الجن الازرق بيعرف لهم طريق. ايه منيح، هيك طمنتني. وقديش بقيان على موعده؟ بحدود الساعة. ماشي، لكن انا رايحة لعن جارتنا ام سامر لانه قعدتي هون ما لا فايدة. معلش بتيسري وفاء، روحي انت، يلا معك، مع السلامة. وين بدي خبيهم؟ وين؟ أحسن شي خليهم بجيبتي. أضمن. بوسك وروح. شو هالحكي؟ ايه والله يخليني اياك. تسلم لي روحك بكري القشطة. يخرب بيته، يخرب بيته، بيت بيته. أعوذ بالله، هذا ايده خفيفة كثير، لازم فكر بغير حل. السجادة أضمن. بكري القشطة أبو عادل. بكري القشطة، أهلا وسهلا ومرحبا، اتفضل من هون، أريح من هون، من هون على بكري. إذا شافهم تحت السجادة أكيد رح ينيشن عليهم، لازم ما يشوف المصاري أبداً. أحسن شيء بقربوري صوبيا، وبهالصورة الدبان الأزرق ما رح يخطر على باله إنه في مصاري بالبوري. تسلمي روحك، ما احلاك، اهلا وسهلا. برد كثير يا ابو عادل، ما هيك؟ بالعكس الجو كثير منيح. لا والله انا بردان يا ابو عادل. روح انت اعمل قهوه وانا بشعل الصوبيا. بس يا بكري القشطه المازوت. لا لا يا ابو عادل، أنا اللي بشعل الصوبيا، شو أنا غريب؟ لا بس ما أعرف. بكري بكري. البواري مسطمة. لا لا، شو مسطمة؟ شو بدي أسطمة يعني؟ لسه من يومين عزلتها بكري. مصيبة إذا فتح الصوبيا. أحسن شيء حطهم تحت الصوفاي. إيه، وبهالصورة إذا قاعد على الصوفاي ما رح يخطر على باله بإنه قاعد على مصاري.
مرحبا يا ابو عادل. اهلين اخي بكر القشطه، اهلا وسهلا ومرحبا. يا اهلا وسهلا، تفضل لهون تفضل. لا يا ابو عادل، لا لهون، لا يا ابو عادل، انا برتاح هون. طيب خذ راحتك، البيت بيتك. يسلم البيت واصحابه. يا عمو ما اغباني، يعني ما لقيت حط المصاري الا تحت الصوفاية اللي رح يقعد عليها بكر القشطة؟ حصت ولصت وما لقيت حط المصاري الا تحت منه، كاني عم اقول له تعال اسرقه. ما بصير هيك، ما بصير. شو نحكي؟ حترت والله حيرني. رح يصير موعده للزلمه ولسه ما خبيت المصاري. وين تخبيهم؟ احسن شيء حطهم بالمكتبه وخبيهم بشي كتاب. بكري بركي، وبركي بكري كتر غربي وحبي يتفرج على الكتب، لان هيك نوعيه بتبحبش واحتمال كبير يوقعوا المصاري بايده. اصبح ما في غير اني رجع المصاري للمطبخ ولاطرميز الفول تحديدا، لانه اذا خطر على بال بكري القشطه يفوت على المطبخ ما رح يمد ايده على اطرميز الفول. شو بده بالفول هاد؟ هذا احسن حل. ما خلصت القهوة يا أبو عادل؟ يلا يلا عم تغلي المي. هات لا ما عنك يا أبو عادل. لا 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 معلش معلش معلش، ارتاح أنت. أنا ماني غريب يا أبو عادل، وين البن؟ شعو شعو هون. لا مو هاد، مو هاد، هذا فول مو بن. لا هذا بن. لا فول بن. لا علينا على الحالة، المطبخ مو مضمون أبدا، لأنه كيف ما ضرب إيده بالمطبخ إلا ما توقع إيده على المصاري. يا ربي شو هالورطة هاي؟ لا أرجع خبيهم بقرنة تانية. أطمن أطمن. شو هالحكي؟ بيعتذر منك انه ما رح يقدر يجي اليوم. لا ليش؟ خير لا سمح الله. عنده ظرف طارئ. طارئ؟ ايه خير ان شاء الله، سلم لي عليه امانه. يلا بخاطره. مع السلامه. قل له عمو ابو عادل ببوسك من شواربك وبيسلم عليك. بكري القشطه هلا ارتاح خاطري. حمل ونزل عن طهري. أحسن شي رجع المصاري لجيبتي، أفضل شي. وين حطيتوني ترى؟ وينها؟
حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وين العقوب؟ لك وين العقوب؟ يا الله. وين خبيتهم؟ عقلي رح يفلص من راسي. لك وين هون؟ ايه وبعدين؟ ولا قبلين يا ابو سعيد، ضاعوا المصاري، فص من الحداب. هلا معقوله يضيعوا وسط البيت؟ لك نكتنا البيت فوقاني وتحتاني وما لقينا شيء. لك كانت باطله ومحوله هديك الساعه يلي شفت فيها بكري القشطه. بس هالمرة بكري ما دخلوا. لك شلون ما دخلوا انت تاني؟ ليش مو بسببه راحوا المصاري؟ بهاي معك حق، الا ما اجتك مصيبة من قفا الزلمي. لك العمى بقلبه، هاي ما اجى لعندك وصار الشيء، كيف لو اجى لعندك على البيت؟ لك يعني شو بده يصير؟ شو بده يصير فيني اكثر من هيك؟ لا والمشكلة الاكبر انه اجى عريس لاختي ولازمني شوية مصاري حتى اجهزها. لا حول ولا قوة الا بالله، شلون بدك تدبر حالك؟ بدي بيع اغراض البيت، ما في مجال. اخي ابو عادل، نحن مثل الاخوه. بال مني هالمبلغ. عوزه بالله، شو عم تحكي انت؟ عوزه بالله يا ابو سعيد، شو هاد؟ ضب مصرياتك بجيبتك يا اخي، انا مالي معود اخذ صدقه من حدا. سلام عليكم. جد مللتني من القصة غسان. لك ليه؟ لك كل ما شفت بسط الكتب بدك توقف ساعة. يا سيدي أنا بحب الكتب، مو بإيدي مو بإيدي. أيوة كسوف الشمس حلوة. قديش هي معلم؟ شوي عمي. هي كسوف الشمس 30 ليرة عمي. أوف، ليش 30 ليرة؟ قديش بدك يا عمي؟ يعني حاجتك 5 ليرة؟ 5 ليرات، يلا يسامحك 5 ليرات. أه؟ تصطفل، والله أكثر من 5 ليرات ما بدفع. لك على مالك بنفاصل يا غسان؟ شو نهيب القصة؟ انت ما عليك، هذول بياعين البسطات انا خابزهم وعاجنهم، بيحطوا للشغلة سعر 4 أو 5 أضعاف السعر اللي ممكن يبيعوا فيه، شو بدك بالشغلة؟ خلاص اتركني. ايه؟ انت أدرى، شرف. والله هذا الكتاب مبين تحت. قضاء. قديش هاد معلم؟ جنية شو؟ 100 ليرة عمي. اوف، شو نهيب الشغلة؟ قديش كان حقه وقت كان جديد؟ كان حقه 200 ليرة. معناتها بكفي 25. انت مو ناوي تشتري؟ يا والله الهيئة انت اللي مو ناوي تبيع. 75 بيمشي الحال؟ ولي قال 75. لا عمي ما بمشي حاله. ايه رجع لمحل عمي المعروف، رجعوا. ايه راح رجعوا. لا اله الا الله على الشر. معلم قديش هي الرواية؟ 700 ليرة. على راسي. اعطيني 200 ليره سليم. ليه؟ لك شو جنيت انت؟ لك هي الروايه ما تسوى 100 ليره. لك اعطيني 200 ليره هلا بعدين بنتفاهم. اعطيني. ليه ما معي الا 100؟ بكفي 600 معلم؟ الله يعوض عليك. تفضل. هات عمي هات. يلا بخاطرك. الله معك ومع السلامه. شو الزبون هذا؟ بفاصل على الخمس ورقات بدفع 600 ليره؟ ولله في خلقه شؤون. لك هدول 6000 دولار لك سليم، بتعرف شو 6000 دولار؟ يعني أمنت حق السيارة. وأنا؟ شو بك أنت؟ أنا بيطلع لي 20% لأني ساهمت معك ب 100 ليرة، يعني بيطلع لي 1200 دولار، ومو بس هيك، كمان بيطلع لي حصة بالسيارة، ولا شلون؟ يا سيدي تكرم عينك، تعرف سليم؟ صدقوا اللي قالوا إنه مصاري الشغل الله بييسرها. إيه والله مزبوط. لك أنا أمشي نرجع له الرواية للزلمة ونقول له ما عجبتنا. أمشي، بس بركي مرضي؟ بنترك له 100 ورقه وناخذ 500، نحن اولى فيها. امشي امشي. مبروك يا شباب. الله يبارك فيكم. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معكم. واخيرا اجى نصيبها للسياره. تعرف انه فكرتها منحوسه وما رح تنباع ابدا. الدنيا اسمها ونصيب. شوف النصيب شو. اخيرا طلعت من نصيب الشابين. سيدي الله يوفقهم. جوا معلم، طب لجوا.
شوفوا